ثانوي ازيكم عاملين ايه؟ اف ام اي ليفل 2 ان شاء الله الترم الثاني بي اي اس ليفل 1 ليفل 2. اسلوب جديد عن السنه اللي فاتت، هنشتغل مع بعض شابتر 1 كوربريشن بارت 1 في فيديو ان شاء الله ما يعديش الساعه ساعه ونص. هنتكلم في الاول عن الماده وايه الشغلات اللي داخله جوه الماده والحاجات اللي ممكن او موست كومن اللي هي تتلغي كل سنه. المادة انت اكيد سمعت عنها كتير، سمعت عنها بلاوي، مادة لازم تنزل سمر والناس بتشيلها وبيجيب فيها درجات مش كويسة، والكلام ده اكيد سمعته كتير. الموضوع مش كده، الموضوع مش سهل زي اكاونتنج 1 او اكاونتنج 2. مشكلتك في اكاونتنج 2 كانت تفاصيل، وكل شابتر بموضوع. نفس القصة هنا، كل شابتر برضه بيتكلم في حاجة، بس في الاخر كله صابب في الفكرة بتاعت الكوربريشن. المنهج بتاعك ست شباتر، في الغالب شابتر 2 بيتلغي. الميد ترم ممكن يكون 1 و 2 و 3 او 1 و 2 او نص 3. ان شاء الله هنعمل ايه النهارده؟ هنشتغل شابتر 1 لحد الايشنز اوف ستوك. طبعا انت مش عارف يعني ايه ستوك، بس انا بقول لك المكان اللي احنا هنقف عنده النهارده. قبل ما نتكلم عن المنهج بتاعنا، تعالى في الاول نفهم ايه فكره الكوربريشن، ويعني ايه شركه مساهمه، وايه الموضوع ده كله، وايه الفرق ما بين اللي انا باخده دلوقتي واللي انا خدته السنه اللي فاتت. كل اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت في اكاونتنج 1 او اكاونتنج 2 كان بيتكلم عن نوع واحد من الشركات اللي بيملكها فرد واحد. يعني انت لو معايا من سمستر 1 عارف ان احنا كنا بنتكلم عن شركه، كنا بنقول ان الشركه دي مثلا كافيه بيملكه واحد اسمه اكس، او كان اكس كافيه بيملكه واحد اسمه رضوان. دلوقتي انا بتكلم عن شركه عدد الملاك بتوعها مش فرد واحد، يعني مش شركه سول، لا دي شركه كوربريشن. يعني ايه كوربريشن؟ تعالى في الاول كده نبص على السلايد دي تفكرني بحاجات انا كنت بستخدمها في اكاونتنج 1 وهحتاجها في اكاونتنج 2. لو تفتكر اكاونتنج 1 كان بيبتدي بحاجه اسمها الاكاونتنج ايكويشن، وكانت دي اساس كل حاجه انا بشتغل عليها. اكاونتنج ايكويشن دي كانت بتقول ان الاسيتس equal liability plus owner equity. كانت مين هي الاسيتس؟ الاسيتس دي كانت الريسورسز، الموارد اللي الشركه بتستخدمها عشان تعمل المشروع بتاعها. بس اوعى تنسى في الاصل، انا وانا شغال محاسبه من ليفل 1 لليفل 4، وانا شغال اكاونتنج، انا وانا بشتغل محاسب جوه شركه، انا مين في الشركه؟ انا المحاسب بتاع الشركه ولا بتاع اصحابها؟ انا كنت المحاسب بتاع الشركه، ماليش علاقه باي ترانزاكشن بتحصل بره الشركه او بتحصل للاونر. يعني انا دايما ببص في السؤال وببص في الاناليسس اللي انا بعمله من وجهه نظر الشركه. فكانت الشركه دي عندها اسيتس، والاسيتس دي كانت هي الريسورسز الاوند باي بزنس، يعني اللي الشركه بتملكها، وعندها ميزه اسمها الفيوتشر يوز، يعني التامين الاستخدام في المستقبل. فكنا بنقول ان الاسيتس دي زي ايه؟ كاش، كار، لاند، بيلد، ايكويبمنت، ماشين، انفنتوري، سبلايز، ريسيفبل، نوت ريسيفبل، بريبيد اكسبنسز. وانا الترم ده مش هتعامل مع البريبيد اكسبنسز، فما تحطهاش في دماغك وتقول لي فكرني بيها كانت بتعمل ايه. كنت مثلا بقول ان الشركه محتاجه اسيتس ب 100,000 جنيه، كان عندي الاذر سايد اوف اكاونتنج ايكويشن اللي هو كان اللايبيلتي بلس اونر ايكوتي. كنت بقول لك الكلمه دي اوعى تنساها، كنت بقول لك ان اللايبيلتي والاونر ايكوتي حاجه اسمها هاو تو فاينانس، وكلمه فاينانس يعني تمويل. وكنت بسألك كده وانت صغير يعني ايه تمويل؟ كنت بتقول لي مش عارف، كنت اجي اقول لك تمويل دي يعني الشركه هتجيب الفلوس، هتجيب القيمه بتاعت الاسيتس دي منين؟ وزي ما هو واضح عندك في الايكويشن ان احنا عندنا طريقين مالهمش تالت، يا اما الاونر ايكوتي يعني الملاك يدفعوا، يا اما لايبيلتي يعني الشركه تروح تتدين. شابتر 1 في الكوربريشن بيتكلم لو احنا هنجيب التمويل بتاع الشركه من الملاك. زمان في اكاونتنج 1 كان مالك واحد، فكانت الشركه سولو. المفروض كنت تاخد ماده اسمها بارتنرشيب، لو انت اف ام اي فانت ما خدتهاش، لو بي اي اس فانت اوريدي خدتها. البارتنرشيب يعني الشركه كانت بتجيب راس مالها من اثنين ملاك او من ثلاثه ملاك. اما الكوربريشن بقى عدد الملاك في الليمون 1000 2000 3000 مالك، ودي الفكره بتاعت الكوربريشن. فعندي شابتر 1 في المنهج بيتكلم انا ازاي هجيب الكابيتال.
شابتر 2 بيتكلم الراجل اللي بيشاركني في الشركه او بيشير في الكابيتال بتاع الشركه ايه مكسبه، حاجه اسمها الديفيدنس، وده موضوع شابتر 2. شابتر 3 بيتكلم ازاي الشركه هتعرف تجيب تمويل برضو لنفسها بس عن طريق الدين، عن طريق حاجه اسمها البوند. شابتر 4 بيتكلم في موضوع مختلف، شابتر 5 بيتكلم عن الريت بتاع الايرننج بير شير، وده برضو مش موضوعي دلوقتي. شابتر 6 على الكاش فلو. النهارده هتكلم في مين؟ هتكلم في شابتر 1 وهو ازاي الشركه الكوربريشن بتتكون، وايه الفيتشرز بتاعتها، ايه الادفانتج والديس ادفانتج اللي فيها، والسيستم بتاع انشائها بيتم ازاي. فانت اكيد عارف ان اسيتس ايكوال لايبيليتي بلس اونر ايكوتي، وانا اللي خلاني احرك الشركه من سولو لبارتنر شيب لكوربريشن هو احتياج الشركه لتعظيم الاصول. يعني بدل ما يبقى عندها اسيتس ب 100,000 عايزه يبقى عندها اسيتس بمليون، فهتشارك واحد واثنين. عايزه يبقى عندها اسيتس ب 100 مليون جنيه، فهتضطر تنزل سوق البورصه او تضطر تنزل البورصه. ده مثل بسيط بتكلم فيه عن حاجه وشركه واقعيه موجوده دلوقتي، وانا وانت بنشتري منتجاتها. هقول لك في اخر السلايد مين الشركه دي. مثلا كان في شركه محل صغير بتاع لبن، عنده اسيتس قليله، عنده بقرتين وعنده ثلاجه ومحل واحد. الراجل ده حب يكبر، فانت عشان تكبر هتعوز تعمل ايه في الاسيتس؟ ازودها، وانا عشان ازود الاسيتس محتاج ازود التمويل بتاعي، يعني يستلف يشارك. فالراجل ده اتنقل من القطاع بتاع السول بتاع الشركه الملكيه الفرديه الى البارتنرشيب، راح شارك اثنين ثلاثه بيشتغلوا في الغالب في نفس المجال بتاعه. طيب بعد مرور فتره الراجل ده حب يخلي المحل بتاعه بدل ما هو محل بيبيع لبن، لا ده شركه، ده مصنع بيبيع لبن معلب، بيبيع عصاير، بيبيع صلصه، بيبيع خضروات مجففه، بيبيع جبنه، براند كبير، مصنع كبير. بص وعمل دراسه، لا اللي هو محتاج يبقى عنده اسيتس ب 100 مليون دولار. شغل معايا عقلك كده، لو هو نزل استلف هيعرف يستلف ال 100 مليون دولار؟ لا. لو نزل لف على اثنين ثلاثه تاني من اصحابه هيعرف يجمع منهم 100 مليون دولار؟ لا. فما كانش عنده حل غير حل واحد بس، اللي هو ياخد الشركه دي يحولها من شركه افراد او من شركه ملكيه لافراد الى شركه مساهمه، يعني ينزل بيها سوق اسمه البورصه. فالتحول ما بين البارتنر والكوربريشن نفس الفكره بتاعت التحول من السولو للبارتنر، اللي الاونر عايز يكبر الكابيتال بتاعه، عايز يكبر يماكسمايز الاسيتس، فعشان يماكسمايز الاسيتس لازم يماكسمايز الكابيتال، بس هو عايز يعمل له ماكسمايزيشن بصوره كبيره قوي، فراح لاكبر مكان يقدر يجيب بيه كابيتال وهو الكوربريشن وهي الشركه المساهمه. فراح لمكان اسمه الانفستمنت بنك، قال له تعالى اعرفك عن الاسواق الماليه المتاحه اللي انت تقدر تجيب منها تمويل. فالراجل قال له والله انا عندي سؤالين مالهمش تالت، عندي حاجه اسمها الماني ماركت وعندي حاجه اسمها الكابيتال ماركت. لو تفتكر انا قلت لك ان اسيتس ايكوال لايبيليتي بلس اونر ايكوال. الماني ماركت ده الخاص باللايبيليتي وبيكون شورت تيرم، يعني الشركه هتستلف ديون قصيره المدى اقل من 5 سنين. اما الكابيتال ماركت ده بتاع الايكويتي، يعني انا هشارك ناس او هعمل لايبيليتي بس لونج تيرم. فقرر اللي هو بدل ما يستلف، انا بشتغل شابتر 1 واتفقت معاك في السلايد اللي قبل دي ان شابتر 1 بيتكلم عن المشاركه، فهنزل الكابيتال ماركت، سوق راس المال، سوق البورصه، سوق الاسواق او الاسواق الماليه، وهو الستوك ماركت. ايه الستوك ماركت وايه البورصه اللي احنا بنتكلم عنها في الكوربريشن؟ البورصه دي هي مؤسسه حكوميه هدفها تنشيط الاستثمار وزياده الانتاج المحلي عن طريق اللي انت واحد بتعمل حاجه كويس، تعالى دخل الشركه بتاعتك دي البورصه وانا هجيب لك ناس تشاركك من كل العالم. هتقول لي ايه ده؟ يعني ايه هيديني فلوس؟ هقول لك لا،
البورصة ما بتديش حد فلوس، البورصة بتديك ضمان اللي انت شركة تابع للحكومة، مش تابع للحكومة يعني انت شركة حكومية، لا انت شركة الحكومة بتراقبك، انت شركة الحكومة بتدعمك، انت شركة الحكومة شايفة كل خطوة انت بتعملها. يعني مثلا انت معاك 100,000 جنيه تشارك صاحبك ولا تحطهم في البورصة؟ مين اللي فيه ضمانة اكبر؟ البورصة. تمام؟ فالبورصة هي مكان بيضمنك قدام المستثمرين اللي انت ما تعرفهمش. يعني لو انت هتشتغل بارتنرشيب فانت في الغالب مش هتشارك ناس غير ناس تعرفها. لكن مثلا روماريو نزل اشترى سهم شركه فودافون. بالعموم الشركه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه دي هي شركه عبور لاند بتاعه اللبن والجبنه. روماريو نزل اشترى سهم شركه عبور لاند. يا ترى روماريو يعرف شركه عبور لاند ويعرف اصحابها معرفه شخصيه؟ لا. بس ايه اللي خلاه يضمن اللي هو يروح يشتري السهم بتاعهم اللي هم جوه البورصه المصريه؟ فاتفاق اولاني محتاجين نتفقوا ان البورصه ما بتديش حد فلوس. كابيتال ماركت ما بيدكش فلوس. وما بيديك ايه؟ بتديك عقود. العقود دي تقدر تصدرها، تقدر تديها لحد يديك فلوس يشاركك بيها، بس الضمان الحكومه، يعني الحكومه اللي بتبقى ضامن للعمليه دي. عن طريق اللي هي بتديك ورقه اسمها الستوب او الشير، اسمها بالعربي السهم. فالاسهم دي البورصه بتديها لك، انت بتكتب عليها اسم شركتك وبيطبعوا لك عليها رقم هنتكلم عنه قدام، وبتبتدي تشتغل، تبتدي تصدر الاسهم دي عشان الناس تبدا تديك فلوس وتزود راس مالك. اتفقت معاك ان البورصه بتديك، بتطبع لك عدد معين من الاسهم. ركز عشان انا كده ابتديت المبهج. رقم واحد، البورصه بتديك فلوس؟ لا. البورصه بتديك ايه؟ بتديك عقود، بتديك اسهم، بتديك ستوكس باسم شركتك. حضرتك عرفت تقنع الناس اللي هتستثمر معاك، الناس هتاخد العقد تديك فلوس زي اول ترانزاكشن خدتها في حياتك في الاكاونتنج. رينيل ستارت سمول بزنس كان اسمه سوفت وايت ب 10,000 جنيه او 100,000 جنيه. كانت ساعتها ايه الترانزاكشن اللي انت بتكتبها؟ بالظبط ان الكاش بتاع الشركه زاد والكابيتال بتاع الشركه زاد. نفس القصه هنا. الشركه لو نجحت اللي هي تاخد السهم اللي البورصه ادته لها ده تبيعه لحد، الحد ده هيديها فلوس، فالكاش بتاع الشركه هيزيد والكابيتال بتاع الشركه هيزيد. معنى كده ان العقود، ان الستوكس هي عباره عن ايه؟ هي عبارة عن وسيلة ملكية الفرد اللي ما يعرفش الشركة في الشركة دي، يعني هو سند الملكية. فبالتالي الشركة بتديك او البورصة بتديك عدد معين من الاسهم انت بتختاره اسمه الاثورايزد ستوك. يعني تاخد بعضك تروح البورصة يطبعوا لك 100 سهم، يطبعوا لك 1000 سهم، يطبعوا لك 100,000 سهم، يطبعوا لك مليون سهم، عدد اللي انت عايزه هتاخده. وانت خارج من هناك ادوك فلوس؟ لا. هي دي فاينانشال ترانزاكشن ولا نون فاينانشال ترانزاكشن؟ ايه ده؟ دي عمليه مفيش فلوس دخلت ولا فلوس خرجت، دي نون فاينانشال ترانزاكشن. يبقى انا هعمل لها جورنال انتري؟ لا. يبقى اليوم اللي انت بتروح فيه البورصه، وده سؤال على طول بيجي في الامتحان، يقول لك يو اوثورايز 10,000 سهم، اعمل جورنال انتري. حضرتك هتعمل انتري ولا نو انتري؟ نو انتري. امال امتى هبتدي اعمل ترانزاكشن؟ امتى هبتدي اعمل جورنالايزنج؟ انا هعمل جورنالايزنج لما اعمل عمليه اسمها ايشوز. لا، ورقه وقلم كده وطلع الكلام اللي احنا بنقوله ده اكتبه على جنب. اول معلومه، البورصه ما بتديش حد فلوس، البورصه بتديك اسهم اسمها اوثورايز ستوك. الاثورايز ستوك ده عدد معين من الاسهم حضرتك اللي بتحدده، وانت خارج ما بتعملش ترانزاكشن عشان ما فيش لا فلوس دخلت ولا فلوس خرجت. طيب عدد الاثورايز اللي بيتغير؟ لا، ثابت. طيب في الاثورايز في جورنال انتري؟ لا، ما فيش جورنال انتري. رقم ثلاثة، امتى الشركه الكابيتال بتاعها هيزيد بجد؟ امتى الشركه الاسيتس بتاعتها هتزيد بجد؟
لو عملت عملية اسمها عملية الإشوينس وهي عملية الإصدار. يعني ايه عملية الإصدار؟ يعني ايه عملية الاكتتاب أو البابليك إشوينس أو الاكتتاب العام اللي الشركة بتنزل إعلان في الجورنان، اللي هي شركة مساهمة رأس مالها قد كده، عندها عدد أسهم قد كده، يا ناس اللي عايزين تستثمروا تعالوا اشتروا السهم بتاعي. بمجرد ما دخل فرد اسمه إكس اشترى سهم من الشركة، فهو أصبح بيشارك الشركة دي، هو أصبح مالك للشركة دي، وعقد الملكية اسمه ستوك، اسمه شير، فبالتالي هو مبقاش اسمه اونر، هو مبقاش اسمه بارتنر، امال هو بقى اسمه ايه؟ هو بقى اسمه ستوك هولدر او شير هولدر. بمجرد ما الشركه تعمل عمليه اللي اسمها ايشونس يبتدي الكاش بتاعها يزيد والكابيتال بتاعها يزيد، زي اول ترانزاكشن خدتها في ليفل 1 بتاع ترينل ستارت البيزنس بتاعه، فالكاش هيزيد والستوك هتزيد. وهي بقول لك ان الشركه اللي احنا كنا شغالين عليها هي شركه اجور. يجي واحد يقول لي طيب ايه انواع بقى الشركات اللي موجوده جوه الكوربوريشن؟ هتقول لي يا عم انواع ايه؟ ما احنا خايفين من الترم الاولاني ان الشركات يا سول يا بارتنر يا كوربوريشن. هي الكوربوريشن نفسها فيها انواع؟ اقول لك اه. تنقسم الشركات اللي جوه الكوربوريشن او الشركات المساهمه الى نوعين، يا اما شركات هادفه للربح يا اما نون بروفيت اورجانيزيشن. يعني الهلال الاحمر تمام، مستشفى 57-357 دي مؤسسات مساهمه، شركات مساهمه بس غير هادفه للربح، فدي نوع من انواع الكوربوريشن بس اسمها النون بروفيت اورجانيزيشن. وفي شركات تانية بروفيت زي فودافون، نايك، اديدس، كل الشركات اللي انت تعرفها اللي موجوده في البورصه. طيب ايه التقسيمه الثانيه للتايب اوف كوربوريشن؟ قال لك والله انا التقسيمه الثانيه اللي محتاجها بتتوقف على احتمالية او امكانية ملكية السهم ده للناس. يعني ايه؟ لو جيت قلت لك نادي المهندسين اللي في الزمالك عندكم، حلو؟ ينفع اي حد يشترك في عضوية نادي المهندسين ده من غير ما يكون مهندس؟ لا. ينفع دكتور يشترك في نادي المهندسين؟ لا. ينفع تاجر يشترك في نادي المهندسين؟ لا. يعني ده كوربوريشن، دي شركة مساهمة، بس يا ترى اي حد يقدر يملك السهم بتاعها ولا دي برايفت هيلد؟ يعني ايه برايفت هيلد؟ يعني مش اي حد يقدر يملك السهم، لازم يكون عنده صفه مميزه، يكون مهندس. نادي ضباط الشرطه ما ينفعش حد يشترك عضويته الا لما يكون ضابط. فدي نوع اسمه البرايفت هيلد، نوع المساهمين في الشركه اللي يقدروا يشتروا السهم تجمعهم صفه، مثلا عيله واحده زي العدل جروب. محدش يعرف يشتري سهم من شركه العدل جروب غير لو كان من عائله العدل. اما الشركات العاديه زي اوراسكوم، حضرتك لازم تكون قريب نجيب ساويرس عشان تعرف تشتري سهم في اوراسكوم، ولا اي حد يقدر يشتري؟ لا والله ده اي حد يقدر يشتري، عشان اوراسكوم شركه بابليك هيلد. يبقى المعلومه اللي انا خدتها في السلايد دي والسلايد اللي قبلها، اول حاجه انواع الشركات هم بيتقسموا نوعين، من حيث البروفيت ومن حيث البيربس او الغرض من الانشاء، سوري، من حيث الملكيه ومن حيث البيربس او الغرض من الانشاء. في منهم شركه هادفه للربح اسمها بروفيت اورجانيزيشن، وشركه نون بروفيت اورجانيزيشن. شركه ثانيه بابليك هيلد، يعني اي حد يقدر يؤون السهم بتاعها. اما البرايفت هيلد مش اي حد يقدر يؤون السهم بتاعها. تعالى نتكلم عن جزء ثاني في سيريتيكال بارت، وهو الفيتشرز او الخصال او الصفات بتاعه الكوربوريشن اللي في منها حاجات هتبقى ادفانتج وحاجات ديس ادفانتج. طيب ركز كده، تعال الاول نلخص المعلومات اللي احنا خدناها او الخمس معلومات اللي احنا خدناها لحد دلوقتي. معلومه زيرو اللي انت جاي بيها من ليفل 1، انا بشتغل محاسب عند الشركه. رقم واحد، البورصه او الشركه المساهمه او الشركه اللي نزلت كوربوريشن هي شركة نزلت الكوربوريشن عشان تزود الاسيتس بتاعها، وعشان تزود الاسيتس محتاجة تزود الفاينانس عن طريق الكابيتال، فراحت البورصة. البورصة هتدي حد فلوس؟ لا، امال هتديهم ايه؟ هتديهم عقود اسمها الستوكس. اليوم اللي انت رحت فيه خدت العقود، اليوم اللي انت رحت فيه عملت اوثورايزد بقى ليك حق اصدار 1000 سهم، انت خدت فلوس وانت ماشي؟ لا،
انا خدت عقود مختومه من البورصه اللي انا تابع ليها، اللي انا تابع للبورصه يعني. اليوم ده او الاوثورايزد ستوك دي ليها ترانزاكشن؟ لا ملهاش ترانزاكشن. طيب اما باخد الاوثورايزد ده بيجي لي فلوس، بيجي لي كابيتال؟ لا. امتى هيجي لك فلوس؟ امتى هيجي لك كابيتال يزيد؟ لو عملت عمليه اسمها الايشوانس او عمليه الاصدار او عمليه الاكتتاب. دي المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه وهي انت لما بتيجي تصدر سهم، اما تعمل ايشوانس اللي بيحصل الكاش بيزيد والكابيتال بيزيد. طبعا ديبت وكريدت انت ممكن يكون عندك فيها مشكله، هطلع دلوقتي افكرك بالديبت والكريدت اللي انت هتستخدمهم في السمستر ده. وبعد كده اتكلمت في الملكيه بتاعه الكوربريشن او انواع الشركات، وقلنا ان انا عندي بابليك هيلد وبرايفت هيلد وبروفيت ونون بروفيت. بالنسبه للديبت والكريدت تعال نفتكر كده بسرعه عشان ما نتعبش واحنا شغالين. انا كان عندي اسيتس ايكوال لايبيليتي بلس اونرز ايكويتي، كان عندي تو سايد، رايت سايد وليفت سايد. الليفت سايد ده كنت بسميه الديبت سايد، الرايت سايد ده كنت بسميه الكريدت سايد. كان كل الحاجات اللي في الديبت سايد لما بيحصل لها انكريز كانت بتنكريز ديبت وكانت بتديكريز كريدت. يعني الاول اسيتس والانكريز ديبت والديكريز كريدت، على عكس الرايت سايد اللايبيليتي والايكويتي. اللايبيليتي بقى دي في اليمين، يبقى اما تزيد هتزيد كريدت واما تقل هتقل ديبت. الاونر ايكويتي مينلي الكابيتال، اما يزيد هيزيد كريدت واما يقل هيقل ديبت. يعني لما يجي يقول لك اللي انت عملت ايشونس لستوك، انت اصدرت سهم. تعالى كده نفتكر كنا بنعمل ايه الترم اللي فات. كنت بزود الكاش وهزود الكابيتال. الكاش في الاسيتس يعني لما يزيد هيزيد ديبت، يبقى الكاش هيبقى ديبت. والكابيتال في الرايت سايد في الاونر ايكويتي اما يزيد هيزيد كريدت. فكنت بكتب الكاش ديبت برقم واحط في الكريدت الكابيتال برقم تاني، وكده اكون عملت سمري للجزء اللي انا خدته. تعالى بقى نخش في المنهج. انا قبل كده على فكره دخلت في المنهج، يعني كنا بنتكلم في الاسئله بتاعت البرايفت والبابليك والبروفيت والنون بروفيت والاثورايزد والايشونس، الكلام ده كله عندك في الشابتر. دلوقتي بتكلم عن الكاركترستيك اوف كوربريشن، الصفات او الخصائص بتاعه الكوربريشن. هم 8 محتاج منك تعرف كل واحده منهم، تعرف شرحها ايه او الشرح التفصيلي بتاعها ايه، ودماغك كده تقول لي هي ادفانتج ولا ديس ادفانتج. طيب اول حاجه قال لك الشركه كوربريشن شركه زي اي شركه من انواع الشركات اللي احنا نعرفها. كان في ليفل 1 بكلمك في فيتشر او بكلمك في حاجه اسمها سيبريتد ليجل اكزيستنج او انفصال الشخصيه بتاعت الشركه او الشخصيه الاعتباريه للشركه. يعني لما كنا بنتكلم على اكس كافيه كنا بنتكلم ان اكس كافيه ده كانه كيان منفصل بيتحاسب ضريبيا لوحده، يقدر يملك اسيتس، يقدر يبيع اسيتس، يقدر ياخد قروض يبقى عنده لايبيليتي، ويقدر يطلع قروض يعني يبقى ليه ريسيفبل. فسيبريتد ليجل اكزيستنس قال لك كوربريشن اكت اندر اتس اون نيم. يعني الشركه بتتعامل على الورق وعلى الضرايب وفي الاعلانات وفي العقود باسمها بدون اللجوء الى اسماء الملاك بتوعها. بتعامل مع شركه اوراسكوم اللي هي شركه اوراسكوم، مش اوراسكوم بتاعت نجيب ساويرس. ما بقولش شركه نجيب ساويرس، انا بقول شركه اوراسكوم. تمام؟ Then its name then in the name of its stockholder. زي مثلا مايك ممكن تاون اند سيل اسيتس، ات ماي بورو موني تقدر تستلف فلوس، ماي انتري انتو ليجل كونتراكت تقدر تعمل عقود باسم الشركه او بيمضي على العقود دي رئيس مجلس الاداره مش صاحب الشركه، اتس اون نيم تحت اسمها، ات ماي اولسو تقدر ترفع اراضي او قضايا او بي سود يعني يترفع عليها قضايا في المحاكم باسم الشركه بدون اللجوء للمالك، اند ات باي اتس اون تاكسس وبتتحاسب ضريبيا بصوره منفصله. على عكس طبعا البارتنر شيب. ايه البارتنر شيب دي؟ شراكه فتحت انا وواحد صاحبي محل اسمها بارتنر شيب. ذا اكت اوف اونر في البارتنر شيب بقى الموضوع ده بس عشان السؤال بيجي
مقارنه ما بين الكوربريشن والبارتنر. يقول لك الصفه دي عامله ازاي في البارتنر. البارتنر انا وشريك شركه في كل حاجه، في الفلوس، في السمعه، في الديون. لو عايزين نمضي عقد لازم الاثنين الاونر الاثنين الملاك يمضوا عليه. لكن شركه كوربريشن عندها 1000 ستوك هولدر، عندها مليون ستوك هولدر، في مليون واحد مشترين السهم بتاعهم. الشركه عشان تشتري حاجه هتجيب المليون واحد يمضوا على العقد؟ لا طبعا مستحيل. الكلام ده على عكس البارتنر. البارتنر قال لك ان ذا بارتنرشيب ذا اكت اوف اونر بند. يعني ايه كلمه بند؟ يعني يؤثر. ذا بارتنرشيب يعني ايه الحته دي؟ السؤال ده بيجي معكوس، يعني يقول لك الكوربريشن ذا اكت اوف اونر بند ذا بارتنرشيب. يعني انا مالك في شركه اوراسكو، رحت خدت عربيه قسط، انا ما دفعتش القسط، يا ترى البنك يجي يحكي على شركه اوراسكو؟ هي شركه اوراسكو دي بارتنر ولا كوربريشن؟ لا كوربريشن. الكوربريشن تصرف المالك لا يؤثر على الشركه. طب لو بارتنر شيب؟ لا يؤثر على الشركه. فالبارتنر شيب الاكت اوف اونر بند ذا بارتنر شيب بيأثر على البارتنر شيب كلها، على عكس الكوربريشن دونت بين ذا كوربريشن. طبعا دي لو جيت قلت لك دي ميزه ولا عيب في الكوربريشن اكيد طبعا دي ادفانتج. ادفانتج ليه؟ حضرتك انت مش عارف مين اللي مشتري الاسهم، فما تعرفش كلهم تصرفاتهم هتبقى ايه. فاما الكوربريشن توفر لك اللي هي بتتعامل ككيان منفصل، انت بتشتغل وانت مطمن، ما بيهمكش بقيه الستوك هولدر ايه افعالهم او ايه تصرفاتهم. ودي ادفانتج. اثنين، ليميتد لايبيليتي اوف ستوك هولدر. يعني ايه ليميتد لايبيليتي اوف ستوك هولدر؟ يعني ايه ليميتد اصلا؟ ليميتد يعني محدود، ولايبيليتي يعني الدين. يعني ايه الدين محدود؟ انت ممكن تكون بتسمع على الناس اللي بتخش البورصه بتخسر، وان خساره البورصه وحشه. بس يا ترى تعالى كده نطلع بره المنهج ونتكلم في محلين. شركه اوراسكوم عليها ديون والشركه بتقفل. فتحت محل انت وصاحبك والمحل عليه ديون والمحل بيقفل. انت وصاحبك وانتوا شركه وانتوا فاتحين بارتنر شيب. لو الشركه ما بقاش فيها فلوس تدفع الديون اللي عليها، الناس اللي ليها فلوس هتقاضي مين؟ هتقاضيك انت وصاحبك. ليه؟ عشان اللايبيليتي بتاعت الشركه انليمتد بالنسبه لك. يعني ايه انليمتد؟ يعني ملهاش سقف. يعني الشركه لو عليها فلوس الناس ترجع تقاضيك انت عشان تدفع الفلوس دي. على عكس الكوربريشن، اخرك في الكوربريشن تخسر قيمه السهم اللي انت دفعته. يعني مثلا فيلم بوبوس بتاع عادل امام لما دخل على الراجل اللي كان ليه عنده فلوس، لقى لابس بدله راسه وبيرقص فوق السرير، الراجل اللي اتجنن. هو اتجنن عشان خسر ايه في البورصه؟ يا ترى الشركه اللي هو مشتري الاسهم بتاعتها بتقول له احنا علينا ديون هات فلوس؟ لا، امال هو خسر كل راس ماله اللي هو دفعه. فديون الشركه في الكوربريشن بالنسبه للستوك هولدر ليميتد. يعني ايه؟ هاف ليميت اوف لوس، اخرك تخسر الفلوس اللي انت دافعها في السهم. لو الشركه عليها فلوس محدش يجي يقول لك هات جنيه. اما البارتنر شيب عندها انليميتد لايبيليتي، يعني لو الشركه خسرت تروح تبيع بيتك وتبيع عربيتك وترهن عيالك عشان تدفع الفلوس اللي عليك. اما الكوربريشن فبتقول لك انا الماكسيمم لوس عندي اللي انت تخسر الفلوس اللي انت كنت دافعها. معنى كده ان الليميتد لايبيليتي ميزه موجوده في الكوربريشن ومش موجوده في البارتنرشيب. يعني معنى كده اللي هي ادفانتج. فيقول لي سينس كوربريشن از سيبريتد ليجل انتيتي كريديتور هاف ريسورسز اونلي. الكريديتور الناس اللي مسلفاك عندها اكسس اللي هي تاخد اونلي كوربريشن اسيتس، الاسيتس بتاعت الكوربريشن to satisfy their claim عشان يقضوا او يسووا الدنيا اللي ليهم. The liability of stock holder is normally limited. يعني انت اخرك تخسر ال 10 جنيه اللي انت دافعهم في السنه. لكن ما حدش يجي يقول لك هات فلوس تاني. Creditor have no legal claim. يعني الناس اللي ليها فلوس عند الكوربريشن ما يقدروش يرفعوا عليك انت قضيه كستوك هولدر. On personal assets of stockholder للاصول الشخصيه بتاعتك، يعني هي limited liability، يقدر يبدلها لي بمصطلح تاني اسمه non personal liability.
ودي طبعا ادفانتج. ثلاثة ترانسفيربل اونرشيب رايت، يعني سهولة نقل الملكية. دي حتة مش هتفهمها غير لو فهمت القصة دي في البارتنر ماشية ازاي. لو انت قاعد في شقة تمليك في عمارة 10 ادوار، دي بارتنرشيب. لو انت حبيت تبيع شقتك، البارتنرشيب بتقول لك انت مش من حقك تروح تبيع الشقة الا لما تلف على الـ9 شقق اللي جنبك تعرض عليهم ان هم يشتروا شقتك. لو التسعة رفضوا تقدر تروح تبيع الشقة. يا نهار اسود، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو مشارك واحد صاحبي في محل عايز ابيع نسبتي الاول، عرضها على صاحبي، بعد ما هو ما يوافقش اللي هو يشتري النسبة بتاعتي اقدر بس اطلع بيع بره. طب هتقولي طب ما تطلع بره وتبيع من الاول وترجعلوش. اقول لك لا، لو بعت من غير ما هو يعرف ياخد هو نصيبي ويدفع فيه اي رقم اللي مكتوب في العقد وشكرا. اما الكوربوريشن بقى، لو انت معاك 100,000 جنيه، نزلت اشتريت 20 سهم من اوراسكوم، 30 سهم حسن علام، 50 سهم اورنج، بكره حبيت تبيع اسهم اورنج، لازم ترجع لشركه اورنج تقول لهم لو سمحت انا ممكن ابيع الاسهم بتاعتي، ممكن تدوني اذن؟ لا، الكلام ده مش موجود في الكوربوريشن. بزرار واحد تشتري اسهم، بزرار واحد تبيع الاسهم دي من غير اللجوء او من غير ما تاخد بيرميشن من حد. ممكن تبيع الاسهم بتاعتك كلها او تبيع جزء منها من غير ما تكون محتاج تاخد اذن او بيرميشن من حد. فترانسفير اونرشيب رايت از ايزي. ليه؟ قالك ستوك هولدر مي ديسبوز، يعني يقدر يبيع او يتخلص اوف بارت، ممكن يبيع جزء من الاسهم، اول اور اول او كل الاسهم بتاعته انكوربريشن سيمبلي باي سيلينج زير ستوك. دونت نيد بيرميشن، هو مش محتاج ياخد امر او اذن من حد اللي هو يبيع. ودي طبعا ادفانتج. اربعه الكونتينيوس لايف، يعني ضمان الاستمراريه. يعني ايه؟ برضه عشان تفهم دي لازم تكون فاهم حته بارتنرشيب. انا وواحد صاحبي فاتحين كافيه، لا قدر الله صاحبي توفى، ايه اللي بيحصل في الشركه؟ العقد مكتوب فيه روماريو واسم صاحبي، صاحبي توفى، صاحبي فلس، صاحبي مش عايز يكمل، صاحبي هنجيب شريك تالت، العقد اللي احنا كنا عاملينه بيتقطع ويتعمل عقد جديد. يبقى عمر الشركه البارتنر الى الابد ولا ممكن يتعرض لحاجات توقفه؟ يتعرض لحاجات توقفه. انت لسه قايل لو صاحبي مات الشركه بتقف، صاحبي فلس ودخل السجن الشركه بتقف، جبنا شريك جديد الشركه بتقف، صاحبي باع نسبته ودخل حد مكانه الشركه بتقف. اما الكوربوريشن كل يوم ناس بتشتري وبتبيع اسهم شركه فودافون، يا ترى كل يوم شركه فودافون بتعمل عقد جديد وتخش البورصه من اول وجديد ولا مكمله زي ما هي؟ مكمله زي ما هي. ليه؟ عشان هي كوربوريشن عندها كونتينيوس لايف، يعني عندها استمراريه وما بتقفش بمجرد دخول او خروج شريك جديد دين بوفاه بافلاس احد من الستوك هولدر. فدي طبعا ادفانتج. ليه؟ قال لك continuous as going concerning is not affected. الشركه ما بتتاثرش، يعني الشركه ما بتقفلش. باي withdrawal يعني خروج او انسحاب احد من الملاك. this mode or incapacity of stockholder يعني الراجل ده فلس. طبعا دي ادفانتج ولا ديس ادفانتج؟ دي طبعا ادفانتج. خمسه وهي الابيليتي تو اكواير كابيتال، الشركه دي عندها قدره رهيبه في تحصيل كابيتال وزياده راس المال. لو تفتكر شركه عبور لاندا لما كانت سولو، اما حبت تكبر راحت شاركت وقعدت تدور على ناس، اما حبت تكبر اكتر واكتر عملت كوربريشن. طب وهي بقى الكوربريشن نفسها لو حبت تكبر وتتوسع اكتر هتلاقي صعوبه؟ هتقول لي ما هتدور على مستثمرين جداد، بس يا ترى هي هتعيد القصه من الاول؟ لا، هي معاها اسهم اوثورايزد، عقود موجوده في الدرج، وقت ما تحب تجيب كابيتال هتعمل اصدار لاسهم، تطلع من اللي في الدرج وتبيع، فيجي مستثمرين جداد على عكس السولو والبارتنر. طيب يجي يقول لي بقى ايه؟ يقول لي هي الشركه الابيلتي تو اكواير كابيتال ايزي تو ريزنج كابيتال
دي ميزه في الشركه، بس ايه اللي خلاها ميزه بالبلدي كده؟ لو انت ماشي انت وصاحبك في الشارع وعايزين تعملوا مشروع او معاكوا فلوس، تروحوا تحطوا فلوسكوا في مشروع وتفتحوا مع بعض بلاي ستيشن او كافيه، ولا تروحوا تحطوها في البورصه؟ هتقول لي والله مش عارف. اقول لك بص، لو قلت لك اللي مشروعك اللي في البورصه عنده ليميتد لايبيليتي، يعني انت لو معاك 100,000 في الورست كيس سيناريو اخرك تخسر ال 100,000، لكن لو شاركت صاحبك في مشروع تخسر ال 100 وتبيع شقتك وعربيتك عشان تكمل خساره. تروح تشترك فين؟ البورصه عشان اخري في الورست كيس اخسر فلوسي. طيب تشارك صاحبك في محل، لو انت وهو يوم من الايام ما حبيتوش تكمله مش هتعرف تبيع حقك غير لما هو يوافق، ولا تروح البورصه اللي لو حبيت في اي وقت اغير الاستثمار بتاعي اقدر ابيع السهم في اي وقت من غير الرجوع للمالك؟ اروح لها. اروح اشترك مع صاحبي اللي لو حصل له حاجه الشركه تقفل، ولا اشترك في البورصه اللي عندها كونتينيوس لايف؟ لا، اشترك في البورصه اللي عندها كونتينيوس لايف. ف الايزي تو ريزن كابيتال او الابيليتي تو اكواير كابيتال هي انهانسد، هي حلوه او معززه او مقوّة ليه؟ بسبب المميزات اللي موجوده في الكوربريشن اللي هي الليميتد لايبيليتي والانليميتد لايف والايزي تو ترانسفير اونر شيب. شركه عايزه فلوس تصدر اسهم يجي لها كاش وكابيتال. وده السؤال اللي انا لسه بقوله لك، السؤال ده على طول بيجي في الميد تيرم. طبعا الميد تيرم السنه دي او لحد دلوقتي بيتقال اللي هو ريتن مش بابل شيت. طب هتقول لي طب النظر اللي احنا بنتكلم فيه ده ليه بنتكلم فيه ما تخش في الارقام على طول؟ اقول لك ماشي، ما هو الامتحان ريتن بس ممكن يكون في جزء ليه علاقه بالنظري، يجي ترو فولس او يجي ام سي كيو عادي خالص، لكن مش يجي يسالك في النظري انك تكتب حاجات كتير. يجي مثلا سؤال زي ده، قال لك the ability of corporation to raising capital، الشركه عندها قدره اللي هي تزود الكابيتال بسهوله ولا بصعوبه؟ بسهوله، يعني هي انهانسد ليه؟ because of limited liability and easy to share transfer، عشان المستين اللي قبلها. نخش بعد كده في نقطه رقم 6 والنظري خلاص قرب ينتهي، وهو الكوربريت مانجمنت. تعال نبص على الشكل التنظيمي او هيكل الشركه ماشي ازاي. في مليون واحد اشتروا الاسهم، المليون واحد دولت هيديروا الشركه وينزلوا يشتغلوا بايديهم في الشركه، ولا هم بقوا ملاك بس؟ هتقولي لا بقوا ملاك بس. اللي بيحصل زي النادي الاهلي كده، في اعضاء مجلس اداره او في اعضاء في النادي 5,000 بني ادم، كلهم بيديروا النادي وكلهم قاعدين بيخططوا؟ لا، بيعملوا انتخابات. الانتخابات دولت بيختاروا اعضاء مجلس الاداره. اعضاء مجلس الاداره دول اللي بيديروا المنظومه صح؟ لا، دول اللي بيراقبوا اللي بيديروا المنظومه. يعني اعضاء مجلس الاداره البورد اوف دايركتور بينتخبوا واحد اسمه الهيد اوف بورد اوف دايركتور. الهيد اوف بورد اوف دايركتور ده او رئيس مجلس الاداره ده ممكن لو هو شاطر يدير الشركه، لو هو مش شاطر يهاير واحد، ياجر واحد، يوظف واحد اسمه السي اي او المدير التنفيذي وهو اللي يدير. فانت كده عارف ان اللي بيدير الشركه الكوربريشن حاجه من الاثنين، يا اما الراجل اللي الناس انتخبته وهي اكيد انتخبته عشان هو شاطر، او بقى اللي انا ما قلتهولكش في الاكزامبل اللي فات، اكتر واحد معاه نسبه اسهم في الشركه هو اللي بيدير الشركه. يعني اللي معاه اعلى نسبه اسهم هو اللي بيمانج الشركه وهو اللي بيكونترول الموضوع وهو بيبقى رئيس مجلس الاداره. هتقول لي طيب دي ميزه ولا عيب؟ اقول لك خد بالك، انا قلت لك ايه؟ لو هم انتخبوه عشان هو شاطر، لو هو راح عمل هايرنج لسي اي او شاطر فالشركه هتنجح، فدي ادفانتج. طب لو هو كان معاه فلوس وما يعرفش حاجه عن الدنيا بس هو اعلى واحد معاه نسبه اسهم وقرر يديرها هو عشان هو غني، هو هيبقى ناجح في الاداره ولا ممكن يبقى فاشل؟ لا، ممكن يبقى فاشل. هو اما يفشل هيفشل لوحده ولا هيفشل الشركه كلها؟ هيفشل الشركه كلها. فالكوربريت مانجمنت نقطه ممكن تبقى ادفانتج لو كان في مانجرز كويسين، او كان هو هاير سي او كويس، او هو كان هيد اوف بورد اوف دايركتور شاطر. طب لو هو ما كانش شاطر، هو المدير وهو اللي هيوقع الشركه. فالكوربريت مانجمنت
بتبقى ادفانتج وديس ادفانتج بناء على ايه؟ بناء على هو بروفيشنال مانجر ولا نون بروفيشنال مانجر او واحد فاشل. لو بروفيشنال دي هتبقى ادفانتج، لو هو مش بروفيشنال هتبقى ديس ادفانتج. خلاص ناقص حاجتين ونبقى خلصنا الثمانية فيجرز اللي لازم تعرفهم زي ما انت عارف اسمك. سبعة government regulation، القيود التنظيمية الحكومية. انت راجل الحكومة مراقباك وما بتاخدش اي خطوة الا بموافقة الحكومة وبمراقبة الحكومة، عشان انت تصرفك هيأثر على البلد كلها. لو انت شركة في قطاع الاغذية والمشروبات عملت كارثة القطاع كله بيتضر، فبالتالي البورصة كلها بتتضر. تمام؟ فانت بتلاقي تنظيمات حكومية كتير وتحكمات حكومية كتير. دي ميزة ولا عيب؟ طبعا دي ميزة ادفانتج، ده يوم الحكومة بسنة. اخر حاجة وابشع حاجة في الكوربوريشن وهي الدبل تاكسيشن. وايه هو الدبل تاكسيشن؟ هو الازدواج الضريبي او ازدواجية الحساب الضريبي. يعني انا راجل اشتريت سهم في شركة اوراسكوم، شركة اوراسكوم عملت مبيعات وعندها مصروفات صفت لها 100 مليار جنيه صافي ربح. تروح الشركة تدفع 40% من 100 مليار جنيه دول ضرائب شركات. حلو؟ يبقى لها 60 مليار جنيه، 60 مليون جنيه، مش فاكر قلت مليار ولا مليون، 60 مليار، كبر كبر. طيب تاخد ال 60 مليار جنيه، ده مكسب صح؟ ده صافي ربح بعد الضرايب، هتوزعه بقى على الستوك هولدر، كل واحد شاركنا يكسب مننا. انا جاي منهم 1000 جنيه. فكرك ان انا هاخد ال 1000 جنيه احطها في جيبي وامشي؟ الحكومه تقول لي تعالى انت كسبت صح؟ اقول لها اه. تقول لي هات بقى ضرايب شخصيه. هات من 1000 جنيه دولت 140 جنيه. ايه ده؟ انا كرماري كستوك هولدر انا كده دفعت للضرايب ضرايب كم مره؟ صح؟ مرتين. مره ضريبه عن دخل الشركه ال 40% ومره ضريبه على الدخل اللي دخلني من الشركه اللي هي 14%. فالحكومه حاسبتك مرتين على الضرايب، وده هو الدبل تاكسيشن. وطبعا طبعا مش محتاج اقول لك اللي ده ديس ادفانتج، من الحاجات المنفره في البورصه. فالكوربوريشن جالها انكم، الحكومه تيجي تاخد منها الانكم تاكس ويبقى لها فلوس توزعها على الناس الاونر، كل واحد منهم برضه هيدفع ضرايب تاني. فنلخص الكاركترستكس اللي احنا خدناهم ونقسمهم لمميزات وعيوب. طبعا هم 8 بس في منهم واحده تمشي ادفانتج وديس ادفانتج. كانت مين؟ كانت الكوربريت مانجمنت. 5 هم تعالى كده نفتكرهم ونقول هم ميزه ولا عيب. سيبريت ليجال اكزيستنج، انفصال الكيان القانوني من حيث الاسم والملكيه والتصرف، ودي قلنا اللي هي ادفانتج. ليميتد لايبيليتي، حديه الدين او محدوديه الدين، ودي طبعا ادفانتج. ترانسفير الاونر شيب رايت، نقل الملكيه واللي هو سهل، ودي طبعا ادفانتج. وليميتد لايبيليتي ادفانتج. ability to acquire capital، سهولة زيادة رأس المال، ودي طبعا advantage. continuous life، ضمان استمرارية الحياة، وهي برضو advantage. corporate management، متكررة معاك في advantage. و disadvantage، امتى تبقى advantage؟ لو كان professional manager. امتى تبقى disadvantage؟ لو كان non-professional manager او اعلى واحد هو اللي بيدير. government regulation ودي disadvantage، وبابا disadvantage هو ال additional tax. هنا ببتدي اتكلم بقى عن definition بتاع الكوربريشن و ال stockholder right. ايه هو definition بتاع الكوربريشن؟ ايه هو تعريف الشركة المساهمة؟ قال لك الكوربريشن is a business entity that legally exists separately from its owner. دي اللي هي الادفانتج الاولى، ان الكوربوريشن شركه موجوده منفصله عن الملاك. ذا اونر اوف كوربوريشن، تاني معلومه انا قلتها لك اللي قلت لك اكتبها في الورقه، ان اسمهم بقى اونر بقى اسمهم بارتنر ولا شير هولدر؟ بقى اسمهم شير هولدر. زير برسنتج اوف اونر شيب، نسبه ملكيتهم او نسب الملكيه ان ذا بزنس از ريبريزنتد باي زير كوربريت ستوك اور شير. العقد بتاع الملكيه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن السهم اللي حضرتك لكم
شير هولدر كان تشوز بورد اوف دايركتور. شير هولدر بيختار البورد اوف دايركتور، وبالتبعيه البورد اوف دايركتور بيختار الهيد، ونشوف هو هيدير ولا لا. كوربريشن ار مور كومبلكس ذان ان كوربريشن بزنس. بيقول لك ان الشركه كوربريشن بتبقى معقده. طبعا معقده، انت شايف احنا دخلنا في اجراءات قد ايه وعملنا حاجات قد ايه، وده سؤال بيجي ترو اور فولس. وطبعا لو قال لي مور كومبلكس هقول له ترو، لو قال لي ليس كومبلكس هقول له فولس. وطبعا بتتحاسب ضريبيا لوحدها، وانت عارف المشكله بتاعت الدبل تاكسيشن. قال لك تعريف ثاني بسيط بقى، قال لك اذا ليجل انتيتي كرييتد باي لو ان ويتش كابيتال ستوك ديفايدد انتو ايكوال يونت. الكابيتال بتاعها بيقسموه ليونتس ثابته، وهو الستوك كل واحد يبقى ليه قيمه ثابته. كول شيرز ذات شير ار تريدد ان ان اورجانيزيشن اورجانيزد ماركت، هو البورصه. حق اصحاب الاسهم، ودي تعتبر النقطه اللي قبل الاخيره في النظري، وبعد كده نخش نتكلم في انواع الاسهم والعمليات بتاعه الاصدار بتاعه الاسهم. انت راجل عملت بيزنس، طيب انت راجل نزلت اشتريت تاكسي، انت راجل نزلت فتحت محل. تعال نجيبها الاول مثلا في اللي انت خدت ارض وهتزرعها، اكزامبل اسهل من كل ده. اللي بيشتري ارض عشان يزرعها، او اللي بيشتري عماره عشان يبنيها شقق ويأجرها، الراجل ده بيدور على كم مكسب؟ ايه المكاسب اللي هيحصل عليها من البيزنس اللي هو عمله ده؟ هتقول لي هيجيب الشقه، هيجيب الارض يبنيها عماير، يبنيها سوري عماره ويأجر الشقق اللي في العماره، هيجي له جار. اقول لك بالظبط ده اول مكسب اي مستثمر بيدور عليه، وهو اسمه البروفيت ماكسمايزيشن، وهنتكلم عنه بالتفصيل في المانجيريال فاينانس. طيب يبقى انت واحد بتعمل انفستمنت عشان رقم واحد كده، سلام عليكم، عليكم السلام، انا عايز بروفيت ماكسمايزيشن، عايز احقق دخل. طيب بعد فتره من الزمن الاسعار بتزيد، الارض اللي انت كنت جايبها بمليون جنيه بعد 10 سنين هتبقى بمليون جنيه ولا هتبقى ب 10 مليون جنيه؟ هتبقى ب 10 مليون جنيه. معنى كده اللي انت حققت مكسب تاني، صح؟ اسمه ايه المكسب ده؟ هو المكسب ده مش كان في ان قيمه الاصل بتاعك زادت؟ فعشان كده سموه الكابيتال ماكسمايزيشن او الويلث ماكسمايزيشن. يعني ايه ويلث؟ يعني ثراء. ده اللي هيحقق لك الغنى الفاحش، اللي انت في ظرف 10 سنين دفعت مليون خدتهم 10 مليون، اضافه على ده اللي انت كنت كل شهر بتكسب من الارض. فاي واحد بيدور على كم مكسب، اي انفستور بيدور على كم مكسب من اي استثمار بيعمله، اثنين بروفيت ماكسمايزيشن وكابيتال ماكسمايزيشن. هتقول لي جميل بقى، حلو قوي الكلام اللي انت قلته ده، نزل لي بقى الكلام ده كده على الكوربريشن. انا اشتريت سهم، ايه اللي بيحصل؟ هقول لك انت اشتريت سهم كل فتره زمنيه معينه، كل شهر، كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنه، كل تقفيله ميزانيه للشركه، كل فاينانشال ستيتمنت، انكم ستيتمنت، والشركه بتعمله كل شهر او 3 او 6 او سنه، الشركه بتاخد جزء من المكسب توزعه على الاونر، اسمه الديفيدنس. طيب هتقول لي ماشي، ادي كده اول مكسب، يبقى اول مكسب انا هدور عليه وانا بشتري سهم في البورصه اللي انا عايز عائد شهري او ربع سنوي او نص سنوي او سنوي. هو رقم ثابت ولا نسبه من الارباح؟ هو نسبه من الارباح، اسمها الديفيدنس، توزيعات الارباح. هتقول لي طيب فين بقى الارض اللي بقى بمليون وب 10 مليون؟ هقول لك هو السهم بتاع البورصه ده مش كل يوم بسعر. تقول لي هقول لك انا كنت مشتري سهم كان بجنيه، كنت انا في ثالثه حضانه، ربنا كرم دلوقتي والسهم ده بقى ب 1400 جنيه. هو انا لو بعت السهم ابقى كسبت كام؟ 1399 جنيه في السهم الواحد. يعني حققت ويلز. الويلز ده جه منين؟ ان سعر السهم زاد. هتقول لي طب سعر السهم زاد ليه؟ اقول لك عشان الشركه كبرت والاسيتس اللي فيها كبرت، وانا ليا سهم من 100 سهم، فكل ما الشركه اصولها بتزيد حقي في الشركه بيزيد. اصل انا نسيت اقول لك، انا مش شريك الشركه في الكابيتال بس، معنى اللي انا شريك الشركه في الكابيتال اللي انا شريك في اصول الشركه.
طول ما اصول الشركه بتزيد حق في الشركه بيزيد، وبالتالي سعر السهم بيزيد. ودول اول حاجتين اي انفستور بيدور عليهم جوه اي استثمار هو بيعمله او بالذات جوه الكوربوريشن. اول حاجه شيرز كوربوريشن ايرنينج، يقسم معاهم في المكاسب عن طريق اللي هو بياخد حاجه اسمها الديفيدند او توزيعات الارباح. اثنين، قلت لك ان هو عايز سعر السهم يزيد، وسعر السهم يزيد عشان هو بيشاركهم في الاسيتس، فهو شيرين اسيتس، بياخد جزء من الاسيتس ابون ليكويديشن حتى لو الشركه فلست، وده اللي بيحقق له الويلث ماكسمايزيشن. الاسم الثاني للشيرين اسيتس ابون ليكويديشن اسمه الريسيدوال فاليو. ليه سموها ريسيدوال فاليو؟ بيقول لك ان الشركه بتجيب الاسيتس شيل منها اللايبيليتي، يطلع لها الكابيتال، تاخد الكابيتال ده توزعه على الناس، يطلع لك سعر السهم. فعشان كده سموها الريسيدوال فاليو او القيمه المتبقيه. ثلاثة، حاجه بقى موجوده في الكوربوريشن مش موجوده في السولو او البارتنرشيب، وهو الفوتنج رايت. الانتخابات موجوده في النوادي، موجوده في شركات الكوربوريشن. انت بتفوت على مين؟ انت بتفوت في انتخابات مجلس الاداره، بتفوت في رئيس مجلس الاداره، بتفوت في قرارات الشركه، ودي حاجه موجوده في الكوربوريشن بس، مش موجوده في البارتنر ولا موجوده في السولو. قال لك فوتنج ان الكشن، بيصوتوا في الانتخابات اوف بورد اوف دايركتور اند انيوال ميتنج، والاجتماع السنوي اللي الشركه بتعمله عن الخطط اللي بتعملها للسنين الجايه، اند فوت اون اكشن ذات ريكوايرد ستوك ابروفل، او بيصوتوا في الحاجات اللي محتاجه الشركه تراجعها مع الستوك هولدر وتاخد موافقه للستوك هولدر عليها. اخر حاجه وهي الكيب ذا سيم برسنتج، او حاجه اسمها البريمتيف رايت، او حق الثبات او حق الاستبقاء. ركز في الاسم، اسمه البريمتيف رايت. ايه هو البريمتيف رايت؟ والله بص، الشركه دي عندها اوثرايزد ستوك 100 سهم. الشركه دي لما راحت البورصه زمان عملت اصدار ل 100 سهم، سوري، عملت حق اصدار، يعني ده ليها الاوثوريتي اللي هي تطلع 100 سهم، خدت 100 عقد وهي خارجه من البورصه. وافتكر معايا الاوثرايزد ليها ترانزاكشن؟ لا. خدت ال 100 سهم دول، بعت لابراهيم 10. ابراهيم بقى بيملك قد ايه من الشركه؟ 10 اسهم من 100 سهم، يعني 10%. بكره بعت لحسين 20، بعت لروماريو 15، بعته وبعت لفلان 30. يا ترى نسبه ابراهيم اتغيرت ولا ستيل نفس ال 10%؟ ستيل نفس ال 10%. فالبريمتيف رايت هو ان نسبه ملكيتك في الشركه ثابته، مهما الشركه اصدرت اسهم، مهما الشركه كسبت، مهما الشركه حققت نجاح، نسبه ملكيتك 10%. انا ما بقولش القيمه بتاعتك، انا بقول النسبه. انت بتشتري 10 اسهم من اصل 100 سهم في الشركه، انت تملك 10% من الشركه ايا كان اللي هيحدث. الست دي اشترت 14% من الشركه، اشترت 14 سهم من اصل 100 سهم. الشركه عملت اصدار لاسهم تاني من الاوثورايز ده عندها، ستيل تملك نفس ال 14%. ودي حاجه اسمها البريمتيف رايت، معناها ايه؟ كيب ذا سيم برسنتج اونر شيب وين نيو ايشور او نيو شير اوف ستوك ار ايشور. important terminology. تعال الاول نروح للشيت نقفل الكلام ده، بعد كده نرجع نخش في جزء جديد. طبعا ده سهم بتاع ستاربكس، بيتكتب عليه اسم الشركه، بيتكتب عليه هنا قيمه، سوري، بيتكتب هنا قيمه اسمها البار فاليو اللي هي موجوده هنا اللي هي 1 دولار، هنتكلم عنها كمان شويه في ترمينولوجيز. شابتر 1 كوربوريشن، تعريف الكوربوريشن نفس الكلام اللي احنا قلناه، والبرايفت والبابليك والبروفيت والنون بروفيت. وهنا الثمانيه كاركترستيك اللي في الشركه، وكل الكلام ده هو الكلام اللي كان موجود في الباور بوينت اللي فات. الادفانتج والديس ادفانتج، ستوك هولدر رايت، الاربعه اللي احنا لسه قايلينهم، وما اتكلمناش عن الكونسيدريشن، وما اتكلمناش عن الترمينولوجي. تعال نرجع
ليه؟ باور بوينت بعد كده نكمل تاني في الشيت. شوية حاجات احنا قلنا منهم اجزاء في الجزء الاولاني من الفيديو. قلنا يعني ايه اوثرايز، او في اول الفيديو قلنا ايه هو الاوثرايز ستوك. اوثرايز ستوك هو عدد الاسهم اللي الشركه خدتها من البورصه وهي رايحه تمضي. خدت 100 عقد. يا ترى ال 100 عقد دول ممكن يزيدوا مع الزمن؟ لا. يقلوا؟ اه، بس مش موضوعي دلوقتي. ذا شارتر انديكيت، العقد اللي ما بين الشركه والبورصه، انديكيت ذا اماونت ماكسيمم سايز، ما قالكش مينيمم سايز، ها؟ ده الماكسيمم سايز اوف ستوك. ده السقف بتاع الاصدار. خدت انت 100 عقد، كبيرك تبيع 100 عقد، ما تبيعش 101 عشان ما فيش واحد يفوق منه اصلا. اوف ستوك ذات ذا كوربريشن از اوثرايزد تو سيل 100 ستوك. وركز، انا قلت لك هي ترانزاكشن نو جورنال نو انتري. عمليه الاصدار، ايه هي عمليه الاصدار؟ الشركه بتعمل اكتتاب، بتعمل بابليك ايشونس، يا جماعه اللي عايز يجي يشاركني يشاركني، السهم بتاعي قد كده، تعالوا استثمروا عندي. اسمها ايه العمليه دي؟ اسمها عمليه الايشونس، وهي عمليه بيع الاستوك من الشركه لواحد هيجي يستثمر فيها. زي ما قلت لك في الاول، الكاش بتاعك هيزيد والكابيتال بتاع الشركه، او الكاش بتاع الشركه هيزيد والكابيتال بتاع الشركه هيزيد. طيب الشركه دلوقتي اصدرت 10 اسهم، بكره اصدرت 20 سهم، بقت كده مطلعه قد ايه؟ مطلعه 30. بعده قامت بايعه 30، كده بقت مطلعه كام؟ 60. ال 60 دي اسمها ايه؟ ال 60 دي اسمها الاوت ستاندنج ستوكس. يعني ايه اوت ستاندنج؟ عدد الاسهم المصدره. اصدرت في الاول 10، هنا الاوت ستاندنج ال 10. اصدرت بعد كده 20، الاوت ستاندنج بقى 30. اصدرت 30 كمان، بقى الاوت ستاندنج 60 سهم. يبقى الكوربريشن كان ايشيود كومن ستوك دايركتلي واندايركت. تقدر الشركه تعمل ايشونس دايركت واندايركت. ايه موضوع الدايركت والاندايركت؟ دايركت دي يعني تعمل برايفت ايشونس، او تعمل هي الاصدار بنفسها فتروح لانفسترز معينين هي اللي تبيع لهم. اما الاندايركت يعني هي بتوكل حد، تجيب مكتب، تجيب شركه، تجيب انفستمنت بنك، تقول له خد يا بنك الاسهم بتاعتي دي حاول تبيعها لي في السوق. انت راجل تعرف تعمل للموضوع ماركتنج، هتعرف تقنع الانفستور اللي هم يستثمروا عندي. خد قوم بالموضوع ده. ده الفرق ما بين الدايركت والاندايركت. فالدايركت ايشونس يعني الشركه بتعمل الاصدار بنفسها. اما الاندايركت اللي هي بتوكل حد، انفستور بنك، انفستمنت بنك سوري، يعمل هو القصه دي. ومعنى ان انا هجيب حد يشتغل لي شغل انا اللي المفروض كنت اعمله، اللي انا هنا هيبقى عندي اديشنال كوست، تكلفه اضافيه هدفعها. ايه هو الاوت ستاندنج ستوك ذات هاف بين اوريدي ايشود؟ هو الاسهم اللي الشركه اوريدي اصدرتها. في يناير اصدرت 20، في بعد كده قمت صادر 60 في فبراير، فبقى الايشود بتاعي 80، بقى الاوت ستاندنج بتاعي عدد الاسهم اللي انا اوريدي بعتها 80 سهم. أربعة، بتكلم في حاجة اسمها الماركت برايس اوف ستوك، أو سعر السهم. يا ترى إيه هو سعر السهم؟ السعر اللي موجود على الشاشة بتاعت البورصة ده اسمه الماركت برايس. يعني سعر السهم اللي قايم واللي موجود واللي محطوط بناء على قوة العرض والطلب على السهم ده في السوق. الناس عايزة تشتري السهم فالسهم ده مش موجود، فاللي معاه السهم عشان يبيعه بيبيعه بالغالي، فسعر السهم يزيد. ده اسمه الماركت برايس اوف ستوك، ده اللي بيظهر على الشاشه بتاعت البورصه. طيب تعال نرجع للشيت، نقرا الكلام ده تاني عشان نخش على الجزء اللي فيه بقى ارقام، ونبتدي نبقى خلصنا الجزء النظري. هنا برجع تاني للاثرايزد والاشويد والتريجري ستوك اللي احنا ما اتكلمناش عنه هناك. الاثرايزد ستوك هم الاسهم اللي الشركه خدتهم من البورصه ومش هتقدر تبعت او تبيع اكتر منهم. الاشويد هي الاسهم اللي الشركه اوريدي اصدرتها، اصدرت هنا 50 واصدرت هنا 20، فبقى عندها بالظبط زي ما انت قلت دلوقتي اوت ستاندنج 70. اما ايه هو التريجري ستوك؟ التريجري ستوك هو مش نوع سهم، هو نوع عمليه. التريجري ستوك يعني اسهم الخزانه، وهي عمليه عكس عمليه الاشويدز.
يعني الايشونس الشركه بتعمل ايه؟ بتبيع سهم لحد. بس السهم بتاع مين؟ السهم بتاعي انا شركه اكس، ببيع سهم شركه اكس للانفستور. ده ايشونس. عمل ايه في الاوت ستاندنج؟ زوله. التريجري ستوك بقى انا بعكس الترانزاكشن دي، انا بشتري السهم بتاعي من انفستور. انا كنت بايع لانفستور 10 اسهم، رجعت اشتريت منه الاسهم بتاعتي تاني. دي عمليه ايشونس؟ لا. ما دي عمليه ايه؟ دي عمليه تريجري، عمليه خزانه، يعني برجع السهم تاني لخزنتي. وبالعقل التريجري ستوك هتعمل ايه في الاوت ستاندنج؟ انا وانا ببيع الاوت ستاندنج بيزيد، طب وانا بعمل تريجري الاوت ستاندنج بيقل. قال لك تريجري ستوك ذا شير ذا كوربريشن بولد باك، يعني اشترت الاسهم بتاعتها تو ريدوس ذا نمبر اوف اوت ستاندنج، عشان تقلل عدد الاسهم الاوت ستاندنج. فانا الشركه هنا كانت مصدره بالهوي، الشركه هنا كانت عامله اصدار ل 50، اصدرت بعد كده 20، يعني اوريدي اشيت 70، جت هنا اهو اشترت 10، عملت بولد باك لسهم بتاع شركتها هو هو ب 10، فاللي في السوق كان 20 زاد 50 بقى 70، رجعت اشتريت منه 10، فبقى اللي في السوق هم بس 60 بس، بقى 60. نخش على الجزء الثاني الاكثر تعمق بقى في العمليات وفي الترانزاكشن اللي هشتغل بيها في الكوربريشن، وبدايتي وهو الفرق ما بين انواع الاسهم. هتقول لي يعني ايه انواع الاسهم؟ اقول لك انا شركه عايز كل المستثمرين يستثمروا عندي. المستثمرين انواع، في مستثمر جبان ومستثمر شجاع. مستثمر بيدور على عائد ثابت، ومستثمر بيدور على عائد بعيد المدى وعائد متفاوت، يعني ممكن مره يكسب قوي، مره ما يكسبش قوي، مره ما يكسبش خالص. في واحد تاني عايز كاش كاو، عايز اديك فلوس تديني كل فتره زمنيه معينه رقم ثابت من الارباح. طيب فعشان اغطي الاثنين دول عملت سلعتين استثماريتين ببيعهم للناس، نوعين من انواع الاسهم. سهم اسمه الكومن ستوك وسهم اسمه البريفيرد ستوك. يبقى انا عندي كام نوع من الاسهم؟ مش ثلاثه، التريجري مش نوع سهم. عندي كومن ستوك وبريفيرد ستوك. التريجري ستوك قلناها في السلايد اللي فاتت، ده عمليه اعاده شراء الاسهم اللي انا كنت بايعها وكانت بتقلل الاوت ستاندنج. دلوقتي انا بتكلم على تو مين تايب في كومن ستوك، اللي هو الكومن ستوك الاسهم العاديه، والبريفيرد ستوك الاسهم الممتازه. ايه هي الاسهم العاديه وايه هي الاسهم الممتازه؟ انا قلت لك انا عندي نوعين من المستثمرين، واحد هاي ريسك، واحد بيدور على اللو ريسك وبيدور على الريتيرن الثابت. والريسك هنا الهاي واللو بيبقى في نسبه العائد اللي كل واحد منهم بيدور عليه. ف كومن ستوك متفقين اللي هو بتاع الراجل اللي بيحب المخاطر، الراجل اللي معاك قلبا وقالبا، اللي معاك في اي حاجه هتكبر الشركه، اللي مش بيدور على المكسب دلوقتي بس بيدور على مكسب اكتر قدام. اما البريفيرد الراجل الجبان اللي بيدور على اللو ريسك. ومعنى اللي هو بيدور على لو ريسك اللي هو هياخد لو ريتيرن. اصل القانون بيقول لك ايه؟ هاي ريسك اكسبكتد هاي ريتيرن، مش اكزاكت هاي ريتيرن، اكسبكتد ممكن تكسب كتير. قول له ريسك اكيد هياخد له ريتيرن. طبعا الريتيرن الاولاني من الاسهم هو الديفيدنس. معنى كده اللي مين فيهم هياخد ديفيدنس ثابته ومين فيهم هياخد ديفيدنس متغيره؟ اكيد اللو ريسك هياخد فيكسد ديفيدنس. الديفيدنس دي هي العائد اللي هياخدها المستثمر اللي هيشتري بريفيرد ستوك. الراجل اللي اشترى بريفيرد ستوك هياخد توزيعات ارباح قيمتها ثابته. وهي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسبة من قيمة السهم اللي كان مشتريه. مش فاهم، وضح لي. في سهم كان مكتوب عليه 100 دولار. الشخص اكس اشتراه. اكس بيدور على عائد نسبته 10%. يعني كل ما الشركة تقرر توزع ارباح، اكس هياخد 10% من قيمة السهم. ومش 10% من الارباح. هياخد 10% من ال 100 جنيه اللي كان دافعه. مش 10% من ارباح الشركه. فهياخد فيكسد ديفيدنس برسنتج اوف ستوك بار فاليو، نسبه 10% مثلا من 100 جنيه.
اما الراجل بقى بتاع الكومن هياخد فاريبل ديفيدنس انكريزد باي كومبي، كل ما الشركه تكسب اكتر هيكسب هو اكتر. هتقول لي ازاي يا عم؟ الراجل كان مشتري البريفيرد سهم ب 100 جنيه ارباحه 10%، يعني الشركه لو كسبت 1000 جنيه الراجل بتاع البريفيرد هياخد كام؟ 10% من ال 100 جنيه مش من 1000، 10% من البار من قيمه السهم، يعني هياخد 10 جنيه. اما الراجل بتاع الكومن هياخد 990 جنيه عوائد. طيب لو الشركه كسبت 11 جنيه الراجل بتاع البريفيرد حقه اللي مش هيتنازل عنه هو ال 10 جنيه والكومن هياخد جنيه. طب الشركه لو كسبت 10 جنيه بس مين اللي هياخد؟ البريفيرد، اما الكومن مش هياخد حاجه خالص. طب الشركه لو كسبت 8 الراجل بتاع البريفيرد هياخد 10؟ انا اصلا معيش 10، هياخد كام؟ ياخد ال 8 جنيه. طب وال 2 جنيه هياخدهم بس التوزيعه الجايه، بدل ما ياخد 10 هياخد 12. تمام؟ فالبريفيرد ستوك بياخد فيكسد ديفيدنس، الكومن ستوك بياخد فاريبل ديفيدنس. طيب ادي الميزه الاولانيه اللي في البريفيرد اللي خلته اسهم ممتازه، اللي هو بياخد عائد ثابت. طيب تاني ميزه، الراجل بتاع البريفيرد ستوك ده ما بيني وما بينك وسؤال بيجي نظري، تحسه قريب للي مدينك مش شريكك، تحسه بيدينك ومش بيدينك، هو اكنه مدينك، بياخد عائد ثابت. واما تيجي توزع ارباح بياخد هو الاول ولا بتاع الكومن؟ انا قلت لك لو كسبان 1000 جنيه هدي مين الاول كام؟ هدي بتاع البريفيرد 10، صح؟ فهو بياخد الديفيدنس بتاعته ات فيرست، كولكت ديفيدنس ات فيرست. اما بتاع الكومن كولكت ديفيدنس افتر بريفيرد ستوك. طيب جينا بقى عملنا انتخابات وبنعمل تصويت على مجلس الاداره، مين كتفه في كتفي وماشي معايا في كل خطوه؟ بتاع الكومن ولا بتاع البريفيرد؟ بتاع الكومن. ادخل مين يعمل فوتنج؟ ادخل مين يصوت على قرارات مجلس الاداره؟ مين اللي بيستحملني وانا خسران؟ مين اللي مش هيطالب بتوزيعات ارباح لو انا ما وزعتش او انا ما كنتش كسبان؟ بتاع الكومن. فمين هيعمل فوتنج؟ الكومن هاف فوتنج رايت، البريفيرد دونت هاف فوتنج رايت. طيب ذا ليميت، الشركه بتقفل، عملنا ليكويديشن، صفينا الشركه، بعنا الاصول، دفعنا الديون، اتبقى لي فلوس، هدي مين فلوس الاول؟ صح؟ هدي بتاع البريفيرد فلوس الاول وبعد كده هدي الباقي للكومن. ان ايفنت اوف ليكويديشن هاف ذا رايت تو كومباني اسيتس، بياخد فلوسه في الشركه اونلي افتر بوند هولدر. ايه البوند هولدر ده؟ اللي هو اللايبيليتي. اذر ديبيتور هولدر اند بيج ان فول، انا بدفع الديون اللي عليا بتاع البريفيرد ياخد فلوس، ولو اتبقى حاجه تروح لبتاع الكومن. معنى كده ان الكومن بياخد فلوسه ساعه الليكويديشن، ساعه احلال الشركه امتى؟ ات لاست، بعد مين؟ بعد ما اللايبيليتي تخلص، وبعد ما البريفيرد ستوك ياخد حقه بتاع الكومن ستوك يبتدي ياخد حقه، عشان كده هو هاي ريسك. والبريفيرد ستوك فيه ميزتين تانيين مش موجودين عند الكومن، اللي هي كونفرتبل انت كومن ستوك، شركه عندها قدره اللي هي تحول البريفيرد الى كومن، وممكن يكون كولبل ات اوبشن اوف كوربريشن، يعني الشركه تقدر تجيبه تديله فلوسه وتمشيه، على عكس الكومن. وممكن يبقى حاجه اسمها كوميوليتيف، هناخدها الشابتر الجاي ان شاء الله، وهو متراكم الارباح، يعني لو ليه فلوس ما خدهاش قبل كده ياخدها في التوزيعه اللي بعدها. هنا بنتكلم في نقطه اتكلمنا عنها في البي دي اف اللي فات او في الباوربوينت، وهو الماركت برايس، وهو سعر السهم. وسعر السهم اللي بيطلع على البورصه او بيطلع على الشاشه ده اللي جاي ما بين الانتراكشن بتوين البايرز والسيلرز. اخر حته في النظري بعد كده نوقف ونحل شويه اسئله، وهو التايب اوف ستوك بالنسبه للسعر او بالنسبه للارقام اللي بتتكتب عليها. لو تفتكر في اول ورقه او في الكفر بتاع الشيك قلت لك سهم ستاربكس مكتوب عليه في القيمه 1 دولار. يا ترى ال 1 دولار ده هي القيمه بتاعت السهم في البورصه النهارده، ولا قيمته ساعه الاصدار، ولا قيمته لما طبعناه؟ قيمته لما طبعناه. فاكر في اول 10 دقائق اما قلت لك احنا بنروح البورصه يدونا عدد معين من الاسهم اسمه بوسرايز؟ هتقول لي اه. ساعتها انا كشركه قررت اكتب على السهم ده قيمه،
القيمه دي اسمها ايه؟ اسمها البار فاليو. ايه هو البار فاليو؟ رقم بيطبع ساعه طباعه الاسهم، بيطبع على السهم، الشركه اللي بنحدده والحكومه اللي بتطبعه، عمره ما بيتغير مع الوقت. وما بستخدموش في اي حاجه في عمليات التداول. يعني ايه؟ مش معنى كده انا مش بكتبه في الترانزاكشن، لا بكتبه في الترانزاكشن، بس امتى البار فاليو؟ الواحد دولار ده ما يعبرش خالص اللي النهارده السهم بتاع ستاربكس ب 68 دولار او ب 94 دولار، ما يأثرش على اداء الشركه ولا يقول لي هي شركه ناجحه ولا شركه فاشله، بس هو بيتكتب من باب الكتابه، اسمه البار فاليو او القيمه الاسميه، يعني قيمه غير مستخدمه او انا مش بستخدمها في تحليل قيمه السهم والعرض والطلب. فالاسهم عندي نوعين غير الكومن والبريفيرد، حاجه اسمها من حيث السعر او من حيث شكل السهم حاجه اسمها بار فاليو، وحاجه اسمها نون بار فاليو. يعني ايه نون بار فاليو؟ سهم مش مكتوب عليه قيمه، مش زي ستاربكس مكتوب عليه 1 دولار، لا مش مكتوب عليه حاجه خالص. فالقيمه الاسميه البار فاليو ايه تعريفها؟ اذا كابيتال ستوك تو فاليو ويتش ذا تشارتر هاز سايند، الرقم اللي مكتوب في العقود زمان سنة 1920 في ستاربكس اللي هو 1 دولار، وهو عبارة عن الليجل كابيتال. تمام؟ وركز في دي. البار فاليو اسمه الثاني ليجل كابيتال، وهو قيمة ثابتة لا تتغير مع الزمن، بيرمننت فاليو مش تمبرري فاليو. أما النوع الثاني من الأسهم النمبر فاليو مش مكتوب عليه سعر، في الخانة بتاعت البار فاليو مكتوب 3 أو 4 إكسات مش مكتوب له قيمة. is a capital stock to which the charter has not assigned value، مش مكتوب عليه قيمة. وافتكر أنا قلت لك البار فاليو الشركة اللي بتحدده والحكومة اللي بتطبعه. No bar value is fairly common today، وفي الأيام اللي إحنا فيها مش most common، is fairly common today، يعني الأسهم الأكثر انتشارا دلوقتي هي الأسهم النمبر فاليو. وانا بتكلم عن الاصدار هتفهم ليه دلوقتي ما بقوش يعملوا بار فاليو للاسهم، وبقوا بيفضلوا ان الاسهم ما يكونش ليها بار فاليو. يعني سؤال ممكن يجي نظري، اه فير توداي الموست كومن يوز البار فاليو اور نون بار فاليو ستوكس؟ النون بار فاليو كومن ستوكس هو الفيرلي يوز توداي. هتقول لي طيب في حاجه انت كاتبها اسمها ستيتد فاليو، ايه دي؟ اقول لك بص دي بالظبط بالظبط اكن الشركه جابت قلم والسهم نمبر مش مكتوب عليه سعر، كتبت عليه 10 جنيه بس بقلم رصاص. ايه ليه بقلم رصاص؟ عشان هي مش بيرمننت فاليو، دي تمبرري فاليو. الشركه السهم بتاعها اللي هي كانت طبعاها زمان ما كانش عليه سعر، بس عايزه تعمل لقطه دلوقتي، فقامت كاتبه على السهم قيمه. يا ترى القيمه دي بار فاليو؟ لا دي مش بار، دي مش الحكومه اللي طبعاها، ده مين اللي كاتبها؟ الشركه. فسموها الستيتد فاليو. طب ايه دور الستيتد فاليو؟ ستيتد فاليو ايكوال بار فاليو، يعني بيبقى زيها زي البار فاليو بس بتبقى بار فاليو مؤقته. ستيتد فاليو از اماونت اساين باي بورد اوف دايركتور، اساين يعني مكتوبه واللي عاملها البورد اوف دايركتور تو ذا كوربريشن، مجلس الاداره بيحددها وقت البيع. النمبر فاليو بيحل محل يعني الستيتد فاليو بتحل محل النمبر فاليو، بتخليها كانه بار فاليو، هي تمبرري فاليو قيمه مؤقته. ده بالنسبه للستيتد. بوث بار فاليو ار نوت ريليتد، بوث فاليو ار نوت ريليتد تو فير اور ماركت فاليو، يعني لو في سهم ليه بار وسهم ملوش بار ده ما بيفرقش مع المستثمر في حاجه، ما بيخليش السهم ده بالنسبه له سهم فعال، سهم هو عايزه، او بيخليه سهم منفر، سهم هما بيجروا منه. بار فاليو شير ريبريزنت اليجل، بار فاليو شير ريبريزنت اليجل كابيتال مينيمم كابيتال ذات ا كوربريشن ماست ريتين ان بزنس فور بروتكت اوف اتس كريدت، يعني رقم الشركه بتحطه في السهم. الشركه حطت 10 جنيه لو عندها 1000 سهم، فمعنى كده ان الشركه بتقول للمستثمرين، سوري بتقول للكريدتور اللي مديانا، انا اقل حاجه ممكن تبقى عندي في الكابيتال 1000 في 10 يعني 10000 جنيه، ما تدونيش قروض اكتر من 10000 جنيه. تمام؟ عشان كده اسمه ليجل كابيتال.
نحل شويه اسئله كده ونلخص بيها الكلام اللي احنا خدناه. بس تعال الاول نحل الاسئله اللي في البي دي اف الثاني ان شاء الله هينزل لكم الاثنين، تحلوا دولت تحلوا دولت عشان في عندنا السنه دي حاجه جديده في اخر الشابتر. هتلاقي كيو ار تعمل له سكان هيطلع لك كويز انت بتختبر فيه نفسك، مش كويز بتاع الدكتور اللي انت بتغشه ولا كويز انت بتضحك بيه على حد، انت بتقيم درجتك بتقيم مستواك عشان تعرف انت ايه النواقص اللي عندك. هنا الحته بتاعت البار والنون بار اللي احنا قايلينها والكومن ستوك والبريفيرد ستوك. تعالى ناخد خمس اسئله ترو فولس. قال لك سيميلر تو بارتنر، يعني الكوربريشن زي البارتنر. ستوك هولدر اوف كوربريشن هاف unlimited liability. هي الكوربريشن عندها ليميتد liability ولا unlimited liability؟ يا ترى الكوربريشن زي البارتنر؟ لا، الكوربريشن عندها ليميتد liability، اما سوري الكوربريشن عندها صح ليميتد liability، اما البارتنر عندها unlimited liability. فالاجابه بتاعتي هتبقى فولس. اثنين، it is relatively easy for corporation to obtain capital. من السهل على الكوربريشن اللي هي obtain capital، يبقى عندها capital through issuance of stock، عن طريق اللي هي بتصدر اسهم. انا قلت لك ان الشركه عندها easy to raise capital، معاها اسهم في الدرج تعمل لها اصدار يجي لها capital، يبقى دي true. طب امتى تبقى false؟ لو بدل issuance قال لك authorized. ثلاثة، the separation of ownership and management، انفصال الإدارة عن الملكية، يعني اللي بيدير مش هو المالك، يعني مش هو بروفيشنال. دي ميزة ولا عيب؟ دي ديس ادفانتج. فور جورنال انتري تو ريكورد ذا اوثورايزد. الجورنال انتري بتاع الاوثورايزيشن، هو الاوثورايزيشن ليه جورنال؟ الاوثورايزد ستوك ليه جورنال؟ لا، يبقى السؤال كله فولز. قال لك اوف كابيتال ستوك انكلود كريدت تو كابيتال ستوك، بيبقى موجود في الكريدت كابيتال. لا يا باشا دي مش الاوثورايزد، امال دي مين؟ دي الايشونس. خمسه، اول ستيتس ريكوايرد ابار فاليو، لسه واخدينها حالا. كل الستيتس بتقول اللي انت لازم الاسهم بتاعتك تبقى بار. هو انا لسه قايل لك ايه الموست كومنت يوز؟ ايه الفيرلي يوز توداي؟ البار ولا النون بار؟ السلايد اللي فاتت النون بار، فدي هتبقى فولس. Under the corporation form of business stock wishing to sell their corporation share must get approval. علشان تبيع الاسهم بتاعتك لازم تاخد approval؟ لا، ده انا ما بحتاجش permission اصلا. دي قال لك stock holder wish to sell their corporation need not، يعني ما بيحتاجش to get approval of shareholder thus make it easy to transfer. فعلا اللي معاه اسهم ما بيحتاجش اللي هو ياخد اذن من حد عشان يبيع الاسهم بتاعته. اثنين، which of the following is not characteristic of corporation is not. هو عايز حاجه مش من الكاركترستيك اوف corporation، وهي ان الكوربريشن هاف less regulated cost. احنا قلنا ان الكوربريشن اكسبنسيف و كومبلكس اذر بزنس فورم، وبتتكلم اكتر من الشركات اللي مش كوربريشن. ثلاثه، نمبر اوف شير اوف ستوك ذات كوربريشن كان اشود او كان اشيو، عدد الاسهم اللي الشركه تقدر تصدرها. هو مين؟ الاشود ولا الاوتستاندينج ولا التريجري ولا الاوثورايزد؟ هو الاوثورايزد، عدد الاسهم اللي الشركه عندها القدره اللي هتعمل له اصدار. اربعه، ذا ميجر رايت that a company ownership of share of common stock include all the following except. The major right. The company ownership الحاجة اللي الملاك ليهم سيطرة عليها. بيقول لي بقى all of the following except ليهم كل السيطرة على ما عدا. يا ترى أنت عشان ليك سهم في شركة أوراسكو تمام؟ تخش أليكس ويست تبرطع في أليكس ويست وتخش اي شقه وتاخد اللي اسمها ايه دي الكنب وانت ماشي تفك اللوم وتاخدها وانت مروح. هو انت ليك تصرف في اصول الشركه ولا ليك نسبه فيها لو الشركه باعتها؟ بالظبط.
قال لك يوز اسيتس، انت مالكش الحق اكسبت، مالكش الحق ان انت تستخدم الاسيتس بتاعت الشركه. خمسه، يعني انت مش هتشتري سهم ستاربكس كل يوم تروح تقعد هناك تشرب لك مشروبين وتروح؟ لا طبعا. خمسه، ذا بريمبتيف رايت. ايه هو البريمبتيف رايت؟ حق الاستبقاء او حق ثبات النسبه، معناه ان نسبتك للملكيه هتفضل ات سيم بلس مهما الشركه عملت ايشونس شير بروبورشناليتي ان اني نيو ايشونس اوف ستوك ات او اوف ذا سيم بلس. النسبه بتاعتك تفضل ثابته مهما اصدرت الشركه اسهم. سته، which one of the following wouldn't be considered مش advantage. هو limited liability advantage ولا disadvantage؟ advantage. simulated legal existing advantage. continuous life advantage. government regulation disadvantage. طب كان معاها مين تاني؟ كان معاها double taxation وكان معاها management لو في separation ما بين management و ownership. Which of the following is not true؟ مين من اللي جاي not true؟ الشركة corporation may buy, own and sell، ده في الديفينيشن بتاعها، ده true طبعا. It may sue and be sued، تقدر يترفع، تقدر تقاضي وتقدر ترفع قواضي. قال لك the act of its owner bend the corporation، هي bend the corporation ولا bend the partnership؟ يبقى هي دي الغلط اللي هو عايزها. Which of the following statement reflect the transferable or the transferability of ownership؟ ده احنا حلناها مع بعض. A shareholder may dispose part of all or all of this or her share. الownership transferability نقل الملكية سهل، تقدر تبيع جزء من أسهمك أو تبيع الأسهم كلها من غير permission من حد. تسعة، the ability of a corporation to raise capital، قدرة الشركة على رفع الكابيتال قايلينها مع بعض is enhanced because limited liability، هي معززة، هي قوية، هي عالية علشان الشركة تقدر عندها limited liability و easy to transfer. عشرة، which of the following statement is not considered disadvantage؟ يعني هو عايز حاجة advantage ولا disadvantage؟ عايز حاجة advantage. ايه الadvantage؟ additional tax disadvantage، government regulation دي disadvantage. هو عايز اللي مش disadvantage، يعني عايز الadvantage وهي هتكون limited liability of shareholder. 11، which of the following is a not right of preference associated with preferred stock، مين من اللي جاي is not right يعني مش حق البريفيرد. البريفيرد ليه حق في نسبة dividends ثابتة، بياخد الديفيدنس الاول بس ملوش الحق في الفوتنج، ذا رايت اوف فوتنج، هو ملوش حق في التصويت. 12، بار فاليو اوف شير. البار فاليو مين اللي بيكتبه؟ حكومه. ليجل سيجنيفيكنت، بس مين اللي بيحدده؟ ساينفايد سوري، مين اللي بيحدده؟ الشركه. 13، ذا اوثورايزد ستوك اوف كوربريشن، الاوثرايزد ستوك عدد الاسهم اللي الشركه واخداها مكتوبه فين؟ مكتوبه في العقد ما بينها وما بين البورصه. العقد مكتوب فيه نشاط الشركه، راس المال بتاعها المبدئي، عدد الاسهم الاوثرايزد والبار فاليو لو موجوده، يبقى عدد الاسهم موجود في التشارتر في العقد بتاع الشركه. 14، which of the following factor don't affect the initial market price، مين من اللي جاي ما بيأثرش في الماركت برايس؟ قلناها في الحته بتاعت البار فاليو والنمبر فاليو، قلنا ان البار والنمبر فاليو ما بيأثروش في الماركت فاليو بتاعت السهم، والسؤال ده محترم. نرجع بقى للشيت. ونكمل برضو كام سؤال تانيين. انا ليه بكتر في الكوربريشن الحل ومنزلين الحل بدري بدري؟ عشان المنهج الكبير مش هيستحمل اللي انت تاخد كورسات تقعد تسمع شرح وما تجيش تحل غير في الفاينل او في المتر. لو اعتمدت على الحل في المتر والفاينل بس وانت بتتدرب هتتعب قوي في الاخر، فلازم تحل بدري بدري. الكلمه اللي بقولها لك كل ترم يعني، which of the following are not right of preferred associated with preferred stock، مين من اللي جاي مش حق للبريفيرد وهو الفوتنج رايت؟ حلين شبهه. 12، the bar value of share، ايه جري
سيرتيفيكيشن مكتوب قانونيا ذا اوثرايزد ستوك اوف كوربريشن انديكيتنج شارتر برضو قلناها وانا مني نفس الاسئله من اول ويتش اوف ذا افكت انيشال من اول 20 جديد ذا ريسيدوال انترست ان ا كوربريشن بيلونج تو الريسيدوال بقى الباقي خالص الباقي من قيمه الشركه هيروح لمين؟ يروح للكومنز ده اللي معايا لحد الاخر 24 وبيسموا الكومن ستوك الريسيدوال اونر او الريسيدوال بارتنر او الريسيدوال هولدر ان ا كوربريشن فورم اوف بزنس اورجانيزيشن ليجال كابيتال از بيست ديفايند از احنا متفقين ان البار فاليو بص هنا كده واحنا بنشرح البار فاليو قلنا ان البار فاليو اسمه الثاني ايه الليجال كابيتال فالليجال كابيتال المقصود بيه البار فاليو 26 ستوك ذات هاز فيكسد بير شير اماونت برنتد القيمه اللي مطبوعه قيمه مين؟ قيمه البار فاليو ستوك هولدر اوف كوربريشن دايركتلي الكت الستوك هولدر قلت لك بينتخبوا مين؟ بينتخبوا البورد اوف دايركتور ثم البريزدنت ثم البورد اوف دايركتور بينتخبوا هما بعض 22 فاكتوري ويتش ذات ذا كوربريشن فورم اوف اورجانيزيشن فروم ذا سولو الحاجه اللي مختلفه ايه ما بين السولو وما بين الكوربريشن لو انا شركه ملكيه فرديه عشان عندي عقد مشتريات لازم الاونر يمضي لو انا شركه ملكيه فرديه وبصرف شيكات لازم الاونر يمضي لو انا شركه ملكيه فرديه وبكتب شيكات لازم الاونر يمضي على الشيك على عكس الكوربريشن عشان الكوربريشن عندها الايكونوميك انتيتي اسامبشن 45 ذا تو واي ذات ا كوربريشن كان بي كلاسيفايد من البيربس الغرض من انشاء يا بروفيت نون بروفيت ذا تو واي اوف ذا كوربريشن كان بي كلاسيفايد باي اونر باي اونر شيب الملكيه تقسيمه الكوربريشن من حيث الملكيه هي يا بابليك هيلد يا برايفت هيلد 47 which of the following wouldn't be true of private held private held مين من ده مش موجود اكيد private held اللي مش اي حد يقدر يملك السهم بتاعه is not offered its share for sale in general public يعني الاسهم مش موجوده في general public issuance 49 Andy Degree has invested 150,000 in private held family corporations the corporation don't do any well ما حققتش مكسب and must declare bankruptcy or fallisit what amount does digger او ايجر stand to lose هيشيل كم من خساره هيشيل زيرو هو اخره يخسر ال 150000 جنيه فالشركه لو فلست وبقى عليها فلوس الراجل مش هيدفع تاني فلوس من جيبه 61 a corporation whose stock is regular trend trading on national security exchange public health hookup if a corporation has only one class of stock السؤال ده مهم لو الشركة ده عندها نوع واحد من الأسهم هيكون الكومن ولا البريفيرد احنا متفقين ان الكومن دولت هم اللي هينزلوا انتخابات الكومن دولت هم اللي هيبقوا أعضاء مجلس إدارة لو الشركة عندها نوع واحد من الأسهم هيبقى الكومن ولا البريفيرد في شركة من غير مديرين من غير أعضاء مجلس إدارة لا طبعا فلو في نوع واحد من الاسهم هيبقى الكومن والناو دو داي او الايام اللي احنا فيها او في الوقت اللي احنا فيه النون بار فاليو هو اللي شغال ذا تير ريسيدوال كليم اللي بيتبقى في ستوك هولد رايت تو شير ان اسيتس ابون ليكويديشن ريسيدوال كليم ده معناه ايه؟ اللي هو حق الستوك هولدر في الشركه ساعه الافلاس 83 ان فاينانشال ستيتمنت اورجانيزيشن كوست ابير 84 which of the following represents the largest number of common shares اكبر عدد من الستوكس موجود فين في التريجري ولا في الاشويد ولا اوت ستاندنج فاكر تعريف الاوثرايز كان ايه هو الاوثرايز it is the maximum amount of stocks that company can share
يبقى الماكسيمم اماونت او اللارجست اماونت او اللارجست نمبر في كومن ستوك هيبقى مين؟ هيبقى انترايزد. Each of the following is reported for common stock expect. كل ده بيتسجل في الكومن ستوك ما عدا البار فاليو موجود، شير ايشيو اللي اصدر موجود، شير اوت ستاندنج اللي انت اصدرته موجود، ليكويديتنج فاليو يعني ساعه ما نحل هتاخد كام، هو بتاع الكومن ستوك بنكتب له ساعه الافلاس هياخد كام ولا بياخد الباقي؟ بياخد الباقي. 138 which of the following is an incorrect statement about corporation. غلط او عباره خاطئه. A corporation may be formed in written, oral, or implied. يعني ايه؟ corporation ممكن نعمل شركه corporation كده احنا قاعدين على القهوه. The oral agreement كده نتفق مع بعض ان احنا نازلين البورصه وننزل شركه ونطبع مع نفسنا اسهم في المطبعه وننزلها في السوق. لا طبعا. 140 legal capital per share can't be equal to total proceed from the sales of bar value. برضو نرجع للسؤال ده. Preferred stock have priority يعني ليه اولويه over common stock في كام حاجه. Preferred stock ليه مستين ما بياخدهمش الكومن، ايه هما؟ اول حاجه توزيع الارباح، والتاني نسبه التحصيل من الاسيتس dividends and assets in event of liquidation. نخش بقى في عمليات الاصدار والجزء السهل او الاسهل من الشيت او من بارت 1 وهو عمليات الاصدار. في الاول كده احنا متفقين ان انا لما باجي اعمل اصدار للستوك حلو الكاش بتاعي بيزيد والكابيتال بتاعي بيزيد. بعد كده بقى نرجع هنا نكتب الكلام ده مكتوب، بعد كده نرجع نقراه مشيت. انا شركه هعمل اصدار لسهم، مبدئيا ايه هو السهم؟ هو عباره عن ورقه عقد كابيتال مشاركه لقيمه ممكن تبقى اسمها بار فاليو. ال 10 دقايق اللي جايين دولت هم ملخص شابتر 1 بالارقام. يعني لو الامتحان زيرو نظري انت ده اللي هيخلي معاك الشابتر كله يعدي. ها؟ سهل، قيمه، ورقه مكتوب عليها مثلا بار فاليو 10 جنيه. اللي بيشتري الورقه دي بقى بيشاركني ولا بيضايقني؟ بقى بيشاركني. طيب يا ترى الورقه دي هتاثر في الرقم اللي هاخده منه؟ البار فاليو هيأثر على الماركت برايس؟ قلنا لا. طيب اما انا باجي اعمل اصدار للورقه دي الكاش بتاعي بيزيد، متفقين على كده، والكابيتال بيزيد. حلو؟ طيب حلو. يجي يقول لك تعالى ناخد الفرضيات بتاعت الاصدار. الاسهم كم نوع؟ بار فاليو ونمبر فاليو. تعال نفترض ان انا معايا سهم البار فاليو بتاعته 10 جنيه. كيس 1 عملت ايشونس للسهم ده ب 10 دولار. السهم مكتوب عليه كام؟ 10. وخد بالك انا قلت لك ان البار فاليو ده هو الليجل كابيتال، يعني هو اللي بيتسجل كومن ستوك او بريفيرد ستوك بس. يعني الكومن ستوك والبريفيرد ستوك الماكسيمم اماونت بتاعتهم اللي هو يتسجل بيها هي كام؟ ال 10 دولار. حلو. انا هنا اصدرت السهم بكام؟ قال لك عملت اصدار لسهم ب 10 دولار. عملت اصدار يعني الكاش هيزيد والكابيتال هيزيد. الكاش هيزيد بكام؟ هيزيد ب 10. والكابيتال هيزيد بكام؟ هيزيد ب 10. يعني هكتب ان انا عندي كاش، عندي كاش ب 10 ديبت وعندي كابيتال. بس بص هو كان كومن ستوك وانا متفق معاك اللي انا هبدل
كلمه كابيتال دي بكومن ستوك او بريفيرد ستوك على حسب نوع السهم اللي انا اصدرته. انا هنا اصدرت كومن ستوك فالكاش بتاعي هيزيد والكابيتال بتاع الشركه هيزيد، بس هيزيد عن طريق مين؟ اللي انا اصدرت كومن ستوك، انا بعت عقد نوع كومن ستوك، فبدل كلمه كابيتال هكتب كومن ستوك وادي له قيمته اللي هي 10 جنيه. صعبه؟ اقول تاني، البار فاليو القيمه اللي مكتوبه على السهم اقصى رقم ممكن يتسجل في الكومن ستوك. طب لو بعت باعلى منه موضوع تاني هتكلم فيه كمان دقيقه. السهم ب 10 اصدرته ب 10 ادي دولار، بعت انا ب 10 دولار. انا دلوقتي بعمل ايشونس ات بار فاليو ولا ابف بار فاليو ولا اندر البار فاليو؟ ات بار فاليو، يعني بعمل اصدار عند نقطه البار فاليو، فالكاش بتاعي هيزيد ب 10 دولار والكابيتال هيزيد عن طريق الكومن ستوك ب 10 دولار. ادي كيس 1. ربنا كرم الشركه والشركه دي نجحت وحققت نجاح مبهر وبقت حلوه وجميله وبتكسب كتير قوي 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 قوي، والناس بقت بتقطع نفسها عشان تشتري السهم بتاعها. يوم ما ربنا يكرم الشركه دي وتعمل اصدار تاني، تعمل ايشونس تاني للاسهم، هتبيع ب 10 ولا هتبيع ب 10 وشويه؟ اكيد طبعا هتبيع ب 10 وشويه، دي بقت الناس عايزه تستثمر فيها، القيمه بتاعت الشركه بتزيد، فتقوم الشركه عامله كيس 2 ايشونس ات 15 دولار. ركز، الدولار عامل زي البطه ليه كده؟ رقم واحد، انا بعت بكام؟ بعت ب 15. الكاش بكام؟ الكاش هيزيد ب 15 دولار. طيب والكابيتال هيزيد بكام؟ هتقول لي الكابيتال هيزيد ب 15، اقول لك ماشي، بس خد بالك انا ما بكتبش كابيتال، انا بكتب كومن ستوك او بريفيرد ستوك. هتقول لي طيب يعني هكتب كومن ستوك ب 15؟ هقول لك غلط. ليه؟ انا وانت متفقين حالا ان طول عمر الكومن ستوك والبريفيرد ستوك اقصى رقم يتسجلوا بيه او الرقم الوحيد اللي هيتسجلوا بيه لو السهم بار فاليو، لو السهم بار فاليو هي قيمه البار فاليو، يعني اخرك تكتب ان السهم ده بكام؟ ب 10 دولار. هتقول لي خلاص 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 انا فهمت فهمت فهمت، الخمسه دول هكتبهم ريفينيو. هقول لك برضه غلط. هو انت حضرتك بتبيع اسيتس عشان لما تبيعه تكسب ولا بتشارك حد؟ هتقول لي لا بشارك حد. يعني هو ما بيديك 15000 هو بيديهم لك عشان تعمل من وراه مصلحه ولا عشان الشركه بيديك راس مال؟ هتقول لي لا ده بيديني راس مال. يعني الراجل اداك كابيتال زياده عن البار فاليو ولا كابيتال اقل من البار فاليو؟ هتقول لي البار فاليو كام؟ اقول لك 10. تقول لي الراجل اداني كام؟ اقول لك اداني 15. يعني الراجل مديك زياده عن الليجال كابيتال بخمسه. هتقول لي طب حيرتني، حطيت الخمسه هسميها ايه؟ هسميها زي ما انا وانت لسه بنقول حالا، الراجل اداني زياده عن البار فاليو فبقى اسمها ايه؟ اديشنال بيد ان كابيتال، فلوس جت زياده في الكابيتال اوفر او اكسيد البار فاليو. مش البار فاليو 10؟ اه. الراجل حط كام؟ حط 15. في زياده قد ايه؟ خمسه. الخمسه دول اسمهم ايه؟ اديشنال بيدنج كابيتال، فلوس اتدفعت زياده في الكابيتال عشان الكابيتال المفروض يبقى ب 10 هو دفع 15، فالخمسه دول اسمهم اديشنال بيدنج كابيتال. مالهم بقى دولت؟ اقل من البار ولا فوق البار؟ فوق البار، فبقى اسمهم اديشنال بيدنج كابيتال اكسيد يعني زياده عن البار فاليو، وده مصطلح جديد اسمه الاديشنال بيد ان كابيتال اكسيد اوف بار فاليو فور كومن ستوك. طبعا عشان ما فيش مكان اكتب كل ده، لكن انت في الامتحان في سؤال زي ده هتكتب له اديشنال بيد ان كابيتال اكسيد اوف بار فاليو. الكلمه كبيره ومضايقاك هتتابع مع الدكتور او انا هتابع لك مع الدكتور واعرف
ممكن يكتبها additional paid-in capital او في كلمة تانية بتوزيها اسمها ايه؟ اسمها shares premium. يعني ايه كلمة premium؟ premium يعني زيادة، يعني حتة زيادة اضافة. هو السهم بكام؟ بارو 10، بعناه بكام؟ 15. يعني في بريميوم قد ايه؟ في بريميوم ب5. ودي عملية الاصدار التانية اللي تحت مسمى الاشونس ابف البار فاليو او فوق البار فاليو، ومعنى اللي انت بتبيع بسعر اعلى من البار، اللي انت اكيد هيبقى عندك اديشنال بيدين كابيتال في بار فاليو او شيرز بريميوم. الحالة التانية اللي انا هقولها دلوقتي او الحالة التالتة هي مش موجودة في الكتاب ومش هتشرح لك، بس هي هتفتح لك حتة في مخك عن اهمية النمبر فاليو، وهتعرف ليه دلوقتي الشركات ما بتستخدمش بار فاليو. بقول لك ايه، لو زي ما احنا قلنا في كيس 2 جينا في كيس 3 وقلنا ان بدل ما الشركة هنا نجحت وبقت حلوة وجميلة، الشركة خسرت واتنيلت على وشها، اما تيجي تعمل اصدار لأسهم هتعمله اعلى من البار فاليو ولا اقل؟ هي اصلا خسرانه، فالناس مش هتشتري ب10. فتقوم الشركه عامله اصدار ب$8. بقول لك ايه، معلش، هو انا في كيس 2 لو انت راجل كنت مشتري السهم ده وهو ب10، دلوقتي لقيت السهم ده ب15، هتبقى مبسوط ولا زعلان؟ مبسوط جدا طبعا. انا كنت مشتري عربيه ب100,000، دلوقتي اللي بيشتريها ب300,000. انا كده مبسوط وكسبان، عشان لما اجي ابيعها هبيعها بسعر النهارده، فانا هتبسط. حلو. فالاولد انفستور بيتبسط في الحاجه دي قوي، اما الشركه تبيع السهم بسعر اكبر من البار فاليو. طيب تعال نقلب الايه بقى، لو بعنا السهم ده ب8، تعال نكتب الترانزاكشن. المفروض الترانزاكشن خلاص اتحفظناها، قيمه الكاش بالرقم اللي دخل جيبي، قيمه الكومن ستوك والبريفيرد ستوك طول عمرها بالبار فاليو، لو في زيادة هكتب additional paid in capital. طب ولو في نقص هكتب برضو additional paid in capital. بس هو additional paid in capital في example 2 اما زاد اتكتب debit ولا credit؟ هتقول يا عم هو capital اكيد هيكتب credit. طب اما يقل هيكتب بقى debit، فاما يزيد هيزيد credit، واما يقل هيقل debit. بعت الثمانية يبقى الكاش بكام؟ 8. طب الكومن ستوك طول عمره بالبار فاليو، الله. طب والفرق والديفيشنسي دي والخساره دي مين اللي هيتحملها وهتتكتب فين؟ هتتكتب اديشنال بيدنج كابيتال. بس انا عشان اخلي الترانزاكشن دي بالانس، الاديشنال بيدنج كابيتال هيكون ديبت ولا كريدت؟ هيكون ديبت، واسمه اديشنال بيدنج كابيتال. بس انت كراجل مستثمر كنت مشتري سهم ب 100 لقيته بقى، كنت مشتري سهم ب 10 لقيته بقى في 8 جنيه، هتخليه معاك وانت عارف ان الشركه ضحت وباعت برقم اقل، ولا هتبتدي تتخلص منه؟ كنت مشتري عربيه ب 100,000 النهارده لقيتها جديده ب 80، الحق ابيع اللي معايا ب 80 بدل ما بكره تبقى ب 70، فده هيخلي الشركه تقع اكتر ما هي وقعت. فعلشان مش عايزين الانفستور يشوفوا الحاله دي، هو ايه اللي خلاني هنا اقدر اقول ان انا عندي ديكريس في الاديشنال بيدنج كابيتال ب2؟ ايه اللي طلع اصلا الاديشنال بيدنج كابيتال؟ ايه اللي خلاه موضوع موجود على البورد عندي مش وجود البار فاليو؟ يعني البار فاليو لو مش موجوده مش هيبقى في اديشنال بيدنج كابيتال، والاديشنال بيدنج كابيتال ده يعني يبسط الانفستور يعني ينكد عليهم. طب بقول لك ايه، ما تيجي نشيله ونعمل سهم نون بار فاليو ما عندهوش بار فاليو. ومعنى اللي هو ما عندهوش بار فاليو، صاحب العقل يميز، هو ما عندهوش بار فاليو، فبالتالي من الصعب وجود اديشنال نيدنج كابيتال الا في حاله خاصه، فدي مش عندك. بس دي اللي خلت فكره النون بار فاليو تظهر. تمام، لو ما فهمتش انا قلته ده سكيب امسح عليها. نمبر فاليو يعني سهم ما عندهوش بار فاليو، يعني ما فيش ليجل كابيتال، يعني بالبلدي اللي هيتحط لك في السهم فلوس هتسجله كله كابيتال، يعني ما عندكش اديشنال بيدنج كابيتال. يعني لو قلت لك ان هنا الشركه عملت اصدار
ب 30 جنيه، هتقول لي يعني الكاش 30 والكومن ستوك 30. تقول لي يا عم انت لسه قايل لي ان الكومن ستوك دايما بالبار فاليو، اقول لك اه بس ده سهم اصلا بار ولا نون بار؟ نون بار. يبقى انا ما عنديش اصلا قيمه بار فاليو، فاللي بيتحط كاش بيتكتب كله كومن ستوك. طب لو جيت قلت لك ان الشركه اصدرت السهم ده ب 1 دولار هتقول لي اه الكاش 1 دولار والكومن ستوك 1 دولار. نيجي لاخر حاجه وابقى خلصت نص الشابتر واخش حل، وهو الستيتد فاليو اللي انا قلتها لك في النظريه اللي احنا بنتكلم، وقلنا ان الستيتد فاليو ده قيمه بتحل محل البار فاليو في الاسهم اللي نوعها نون بار فاليو، وبتكون قيمه دائمه ولا مؤقته؟ بتكون قيمه مؤقته. بالبلدي كده الشركه عايزه تعمل بروباجندا، عايزه تبسط الناس، عايزه تحسس الاولد انفستور اللي هم في المكان الصح، فتقوم عامله ايه؟ تقول لهم بقول لكم يا رجاله احنا هنعمل اصدار بس السهم بتاعنا ده نون بار فكان عمره ما هيظهر له اديشنال. تقول لها تمام. تقول لنا ايه؟ احنا عايزين نخلي لي اديشنال. تقول لها هتعملي ايه؟ تقول لك والله بص السهم ده انا هعمل له ستيتد فاليو ب 12 دولار وهعمل اصدار ب 15 دولار. ارجع للنظري، انا قلت لك الاستيتد فاليو قيمه توأم للبار فاليو، يعني اكن السهم ده بقى سهم ليه بار فاليو بس هو اصلا نون بار، بس بالاستيتد انا خليته اكنه ليه بار. فلما اشوف السؤال ده مش هحله اللي هو نون بار، لا هحله اللي هو اكنه سؤال عادي بالازرق زي العيله بتاعت البار فاليو. يعني الكاش اللي جه ب 15، الكومن ستوك مش هتبقى ب 15 هتبقى بقيمه الستيتد. في فرق ما بين الاثنين؟ اه في فرق. كام؟ بثلاثه. وقلنا ان الثلاثه الزياده دي اسمها ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اديشنال بيدنج كابيتال يا شيرز بريميوم. ادي اديشنال بيدنج كابيتال اكسيد اوف بار فاليو. تعال نعمل سمري بسيط. بسيط ايه؟ تعال نعمل سمري بسيط عن اللي احنا خدناه ونرجع للشيت نقرا الكلام ده تاني بخط نضيف عشان هنا مش احسن حاجه. اول حاجه الاسهم نوعين بار ونون بار. اما باجي اعمل اصدار لاسهم السهم ده بيبقى ليه قيمه مكتوبه على الورقه اسمها بار فاليو، انا داخل في الكولم اليمين. حلو. ممكن اعمل اصدار للسهم اللي ليه بار فاليو بثلاث طرق، يا اما اعمل اصدار اد بار فاليو، يا اما اعمل اصدار ابوف البار فاليو يعني فوق او بزياده عن قيمه البار فاليو، يا اما اقل من البار فاليو. وقلت لك ان دي حاله مش عندك في المنهج، فانا عندي هنا حالتين، يا اد بار يا ابوف البار. طيب وانا بعمل اصدار لسهم الكاش بتاع الشركه بيحصل له ايه؟ الكاش بيزيد، ده واحد جاي يشاركني فالكاش هيزيد والكابيتال هيزيد، واتفقنا ان انا بعبر عن الكابيتال بكام حاجه؟ كومن ستوك بس؟ لا، ده انا بعبر عن الكابيتال بكومن ستوك وممكن يكون في اديشنال بيدنج كابيتال. بس خد بالك امتى يظهر مصطلح الاديشنال بيدنج كابيتال؟ لو في اديشنال، يعني لو في زياده، يعني لو مفيش زياده مفيش اديشنال. فجيت في كيس 1 سهم ب 10 دولار بعته ب 10 دولار، في زياده؟ لا. في نقص؟ لا. دايما 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 قيمه الكاش او قيمه الاسيتس بالرقم اللي دخل جيبي. السهم اتباع بكام؟ ب 10، فالكاش هيزيد ب 10. وايه سبب زياده الكاش؟ ان الكابيتال زاد عن طريق مين؟ عن طريق الكومن ستوك، فالكومن ستوك هينكريز ب 10. الحاله الثانيه عملت اصدار لسهم ب 15 دولار. انا بعت بال 10 ولا فوق ال 10؟ فوق ال 10. يعني الكاش اللي دخل جيبي 10 ولا 15؟ 15. طول عمر قيمة الكومن ستوك والبريفيرد ستوك في السهم اللي ليه بار فاليو لازم تطلع بقيمة البار. عمرك ما هتكتب ترانزاكشن فيها كومن ستوك أو بريفيرد ستوك في سهم فيه بار فاليو إلا لما تديله نفس قيمة البار. فالبار بكام؟ البار ب 10. في زيادة ولا مفيش؟ خدت 15 وطلعت حاجة ب 10، معاك زيادة كام؟ 5. هم مكسب؟ لا. هم مصلحة أنت عملتها؟ لا. امال هم ايه؟ اديشنال بيدنج كابيتال اكسيد اوف بار فاليو ب 5 جنيه، ده اكونت تبع الكابيتال بيزيد
كريدت، وقلت لك ايه اسمه التاني اللي انا كاتبه بالاخضر هنا، اسمه شيرز بريميوم، يعني الزياده عن قيمه الليجل كابيتال بتاعه السهم. نخش من الفكره الثانيه بتاعه النمبر فاليو. ايه الاسهم النمبر فاليو؟ اسهم ملهاش بار، اسهم ما عندهاش ليجل كابيتال. اللي بيدفع بيتكتب. امتى الكومن ستوك مش بقيمه البار؟ عشان يا معلم مفيش بار. فاللي هيجي لك كاش هتكتبه كل كومن ستوك وبريفيرد ستوك. الشركه باعت سهم نمبر فاليو ب 30، فالكاش هيزيد ب 30 والكومن ستوك ب 30. اوعى في الامتحان تكتب اختصارات زي ما انا كاتب كده، هتكتب كومن ستوك، تمام؟ عشان دي هتفرق. اشيت بدولار، هكتب كاش بدولار وكومن ستوك بدولار. طب لو اشيت بقى سهم نمبر، دي السبيشال كيس دي مهمه، لو سهم ما عندهوش بار بس الشركه عملت له ستيتد، قال لك الستيتد ده هعامله معامله البار، يعني هحل السؤال ده زي اللي بالازرق زي البار. طب امتى البار فين؟ امتى البار هي امتى الستيتد اللي ب 12. حضرتك بعت بكام؟ بعت ب 15، يعني الكاش 15 كومن ستوك 12 امتى الستيتد، والفرق ما بينهم 3 اديشنال بيدين كابيتال. تعالى نقرا الكلام ده من الشيت ونخش نحل. المين ترانزاكشن وانا بعمل اصدار، الكاش بيزيد والكابيتال بيزيد. الكيسز لو عندي سهم عنده بار فاليو 5، حلو. كيس 1 بيقول لي اف كومباني اشيد 10 كومن ستوك، الشركه باعت 10 ورقات كومن ستوك الواحده ب 5 دولار. رقم واحد، هو البار فاليو بكام؟ ب 5. والشركه باعت السهم الواحد بكام؟ ب 5. يبقى ده اصدار ات بار فاليو ولا ابو البار فاليو؟ لا ده ات بار فاليو. هيبقى عندك اديشنال بيدنج كابيتال؟ لا لا لا، نو اديشنال بيدنج كابيتال، عشان ده اشونس ات بار. فالكاش اللي جاي لي هيبقى 10 اسهم في 5 جنيه، يعني 50 جنيه. يعني الكاش هيبقى 50 ديبت والكومن ستوك ب 50 كريدت. 2 اف كومباني، خد بالك انا بلعب على نفس الجيفن اللي البار فاليو ب 5. لو الشركه بقى باعت 10 اسهم الواحد ب 8، معلم هي ال 8 دي اكبر من 5 ولا اصغر؟ فكك من قصه الاهلي والزمالك والسبعه والخمسه، ماشي؟ ال 8 اكبر ولا 5؟ 8. يعني انا عملت اصدار للسهم ات بار ولا ابوف البار؟ ابوف البار. يعني بين وانا مغمض كده هيبقى عندي اديشنال بيد ان كابيتال، صح؟ اه. طب تعالى نشوف هما كام سهم؟ 10. الواحد بكام؟ ب 8. يعني البيعه دي بكام جنيه؟ ب 80. والكاش هو الرقم اللي دخل جيبي، ادي 80 جنيه. في الشيت عندك 50، خليها 80، ماشي؟ كومن ستوك، طول عمر الكومن ستوك قيمته بتتسجل بالبار فاليو، يعني عشان اجيب قيمه الكومن ستوك هعمل 10 في 5 ب 50. في فرق ما بين ال 80 وال 50 ولا لا؟ اه. اسمه ايه؟ اديشنال بيد ان كابيتال او شيرز بريميوم. الحاله الثالثه مالناش دعوه بيها، نخش بقى على النمبر فاليو. انا بعيد نفس الكلام المره الثالثه. ستوك ويز نون بار فاليو، ستوك ما عندهوش بار فاليو، واللي ما عندهوش بار فاليو ما يلزموش اديشنال بيلينج كابيتال. ايف ا كومباني ايشيد 10 ستوكس ب 5 جنيه الواحد، قلت لك ما يلزموش اديشنال بيلينج كابيتال، يعني اللي هيتحط لهم على الترابيزه كاش هيتسجل كومن ستوك وزود اديشنال بيلينج كابيتال، يبقى يعني هو اديشنال بيلينج كابيتال. كاش 10 في 5 ب 50، كومن ستوك بنفس ال 50. طب ايه في كامبني اشيد 10 كومن ستوك ب 8؟ برضه مش اللي فيها اديشنال، عشان السهم اصله نمبر. يبقى الكاش 10 في 8 ب 80، كومن ستوك 80. ايه في كامبني بقى اشيد، ركز معايا، ايه في كامبني اشيد 10 كومن ستوك ات 7 برشير، يعني عملوا اصدار ل 10 اسهم الواحد ب 7 دولار. النجمة دي كبرت، كبرتها انا في حق النجمة. الشركة عملت اصدار 10، خلاص بقى
عملت اصدار ل 10 كومن ستوك الواحد ب 7 جنيه يعني 70 جنيه. لحد هنا هسكت لو السهم نمبر. بس هو قال لي في السؤال ايه بقى؟ And the stock have $2 stated value. ومعنى اللي فيه stated value ان السؤال ده كده اكنه سؤال نمبر ولا اكنه بار؟ اكنه بار. ما اللي stated بتحل محل البار فاكن السؤال عنده بار، فالكاش هيبقى ب 70. طب الكومن ستوك هيبقى برضه ب 70؟ لا، ما لو في stated هكتبه باتنين، لو في بار هكتبه بالبار. هنا في ستيتد 10 كومن ستوك في $2 يعني ب $20، يعني في فرق ما بين ده وده، فبالتالي هيبقى عندي اديشنال بيد ان كابيتال، فالكاش هيبقى ب 70، كومن ستوك هيبقى ب 20، واديشنال بيد ان كابيتال ب 50 او اسمها شيرز بريميوم. الحته دي فهمتها؟ العملي بتاع الشابتر 80% منه خلص. اللي احنا عملناه ده اللي انا عدتها ثلاث لقطات، عدتها من على البورد مرتين وعدتها هنا مره. تعالى بقى نجرب نحل اسئله. عشان تبقى معلم لازم تعرف تطلع من السؤال انت اول مره تمتحن ريتن، فلازم تمشي ايدك في الريتن، ما تحلش بعينك وتبقى معاك الشيت وتمشي بالاسئله كده بالقلم. في الامتحان هتلاقي نفسك مش عارف تسطر، مش عارف تكتب ايه فين، مش عارف فين الديبت ومن فين الكريدت، وحالتك هتبقى قرض هيتداس على وشك. تمام؟ لازم تبدا تمشي ايدك. تمام؟ ده مش ام سي كيو يا معلم، مش هتشخبط بره، لا ده انت هتعمل جدول وتكتب له نو انتري وبتاع مواويل حضرتك. فشكل الجورنال انتري بيكون كده، كولم في الديت واربعه كولم بعديه، كولم الديبت اكاونت وكولم كريدت اكاونت وكولم الديبت نمبر وكولم الكريدت نمبر. طيب قال لك assuming that، طبعا لما يجي لي سؤال مقالي نفس اللي كنت بعمله في الام سي كيو، رقم واحد لازم اروح اطلع الجيفن، وقبل ما اطلع الجيفن لازم اعرف السؤال اصلا كان عايز ايه. قال لك required prepare journal entry to record the above event. قال لك راديو الكترونيك كوربريشن was organized في 1 يناير 2016. يا اهلا وسهلا. كل فول ستوب في الكلام دي عباره خلصت ممكن يبقى فيها ترانزاكشن او لا، يعني عايزين يجيبونا بصراحه. راديو الكترونيك كوربريشن ووز اورجنايزد في 1 يناير، خلاص ما عنديش مشكله. ات اوثورايز تو ايشيو، عندها القدره على اصدار 20,000 سر بريفيرد. البريفيرد اللي بيشتري باللون الازرق. شركة عندها 20,000 سهم بريفيرد 10%، مين ال 10% دولت؟ ده موضوع شابتر 2 مالناش دعوة بيه. ب 40 بار فاليو. طيب أنا عايز أبقى معلم؟ طلع الجيفن بتاعتك بره عشان تبقى رايق، مش كل شوية ترجع تقرا السؤال. أنا عندي بريفيرد ستوك عبارة عن 20,000 سهم، الواحد عنده بار فاليو $40. أند 200,000 كومن ستوك، وعندي 200,000 كومن ستوك ب 10 بار فاليو. ماشي، ادي الكومن ستوك عددهم 200,000 ب 10. اوعى تروح تضرب لي 200 في 10 وتعمل جورنال، ده اوثورايز. هو الاوثورايز دي ترانزاكشن؟ لا. يبقى ايه الجورنال انتري اللي هيعمله يوم 1/1؟ نو انتري. تبتدي تجورنالايز اول لما الشركه تعمل ايشونس زي يوم 10 يناير. قال لك في 10 يناير The company issued 40,000 common stock for cash at 10 بار. هو الكومن ستوك جنب اللون الاحمر. اللون الاحمر بتاع الكومن ستوك، الكومن ستوك كان باره كام؟ كان باره 10. ايه ده؟ هو انا كده عملت اصدار تبع انهي كيس من الاربعه اللي احنا لسه واخدينهم؟ هو كان ب 10 وانا اصدرته ب 10، ده تبع انهي كيس؟ تبع انهي كيس؟ كيس 1 اللي ما فيهاش اديشنال بيدنج كابيتال، عشان انا عملت ايشونس اد بار، ما فيش اديشنال. اللي هيتقال لي فلوس هكتبه كاش وهكتبه في الكومن ستوك. طيب هما كام سهم؟ هما
خمسة 40,000 الواحد بكام؟ بعشرة دولار يعني ب400,000 جنيه. يعني الكاش هيبقى ديبت ب400,000 وكومن ستوك ب400,000. هتقول لي فين الاديشنال بيدنج كابيتال؟ هقول لك يا ابني ما هو ده اصدار اد بار فاليو. هو مش هيقول لك اللي هو اد بار فاليو، هو قال لك في الجيفن ان البار بكام؟ ب10، وقال لك في الايشونس اللي انت ايشون قد كام؟ قد 10. فنورمال ان مفيش اديشنال بيدنج كابيتال. اللي بعده قال لك ان ب 5000 بريفيرد ستوك، وعملت اصدار ل 5000 بريفيرد ستوك فور كاش 40. هتقول لي الله 40 ده زياده بال 10، يلا نكتب اديشنال. خد يا اسطى، هو كومن ولا بريفيرد؟ يا لهوي على الخفنه. ده بريفيرد ستوك هي الجيفن بتاعت البريفيرد، هي الجيفن بتاعت الكومن؟ لا، بريفيرد ستوك كان البار بتاعه بكام اصلا؟ ب 40، وهو اصدره بكام؟ ب 40. يعني عملوا برضو ات او ايكوال تو بار فاليو، يعني نفس السؤال اللي فات بالظبط. فالكاش بتاعي هيبقى ب 5000 سهم ف 40 جنيه يعني 200,000، والبريفيرد ستوك نفس ال 200,000 ومفيش اديشنال بيدنج كابيتال علشان مفيش اصدار فوق البار فاليو. طيب assuming that، احنا هنا assuming that راديو الكترونيك كوربريشن ات 15 جان اشيد اديشنال، عملت اصدار اضافي الى 10,000 كومن ستوك، اصدرت 10,000 كومن ستوك، بس بكام بقى المره دي؟ الواحد، الواحد ب 15 دولار. هو الكومن كان باره كام؟ الكومن كان باره 10، النهارده ربنا كرمنا وبعناه ب 15. في اديشنال ولا مفيش؟ اه في اديشنال كام؟ 5 جنيه للسهم. ف اما اجي احسب هقول ان الكاش الرقم اللي دخل جيبي 10,000 سهم، الواحد ب 15 يعني 150,000. طيب الكومن ستوك، طول عمري الكومن ستوك بالبار فاليو، هم 10,000 سهم، الواحد ب 10 جنيه يعني 100,000. في ديفرنت بتوين الكاش والكومن ستوك؟ اه بكام؟ ب 50. قلنا هنسميه اديشنال بيدنج كابيتال اكسس اوف بار فاليو، او كتبها لك تحت اهي، additional paying capital can be replaced by shares premium. تقدر تبدله بالشيرز بريميوم. 15 قال لك في 2000 of its preferred stock for 50، باع 2000 preferred الواحد ب 50. هو البريفيرد ستوك كان باره بكام؟ نفس السؤال على فكره، ما عرفناش حته ثانيه، كان باره ب 40، النهارده عملت له الاصدار بكام؟ ب 50. ده ات بار ولا ابل في البار؟ ده ابل البار. فالكاش دايما هيبقى بالرقم اللي دخل جيبي، هم 50 سهم، هم 2000 سهم، الواحد ب 50 دولار يعني 100,000. بريفيرد ستوك 2000 سهم في 40 دولار، طول عمر البريفيرد ستوك، طول عمر الكومن ستوك بتعامل معاهم بالبار فاليو، كرر معايا. ف 2000 في 40 اللي هم البار، ادي 80,000، والفرق اللي هو ال 20 اسمه اديشنال ديد ان كابيتال. Example 1 2 assuming that XYZ Corporation يوم 3/11 عيد ميلادي it authorized to issue 500,000 شير. شركة قررت اللي هي تعمل authorization، تاخد من البورصة 500,000 شير of number value. والله أنت اللي قايل أنا authorized إيه transaction؟ بتعمل transaction يوم authorization؟ لا، يبقى no entry. بس هو اداني الترانزاكشن دي ليه؟ عشان اطلع منها الجيفن اللي عرض الاسهم الاثرايز ب 500 وان هم نمبر فاليو، ومعنى ان هم نمبر فاليو ان انا مش هيبقى عندي اديشنال بيدين كابيتال الا في حاله واحده، لو جاب لي في السؤال ستيتد فاليو. ديورنج 4/11/2016 اكس واي زد ايشيد 100,000، شركه اصدرت 100,000 سهم اوف اتس نمبر فاليو من الاسهم النمبر فور كاش 20. هتقول لي طب ده كده فيه اديشنال ولا مفيش؟ اقول لك والله ولا في اديشنال ولا مفيش، انت مش مركز. ما هو السهم اصلا نمبر، في سهم نمبر هيبقى عنده اديشنال؟ هتقول لي هو في حاله واحده لو في ستيتد، هو جاب لي سيرت الستيتد؟ لا، هو جاب لي ايشوت فور، يعني السهم بكام؟ ب 20 دولار. يبقى هم 10,000 في 20 2 مليون، والكومن ستوك ال 2 مليون. في اديشنال؟ لا. امتى يبقى في اديشنال؟ لو قال لك كده بقى نفس السؤال، بص بالظبط
غير التاريخ اكس واي زد ايشيو 100000 سهم اوف اتس نمبر فاليو. قال لك بلسان اللي هو نمبر فاليو فور كاش 20. بص لحد هنا احنا تيبيكال السؤال اللي فوق، بس قال لك ايه اند اساين. الشركه كتبت بايديها على الورقه ان في خمسه ستيتد خمسه جد ستيتد، يعني زيها زي البار، يعني احل السؤال ده اكنه سؤال ببار فاليو، هو بخمسه ستيتد يعني اكنه بخمسه بار اتباع ب 20، يعني في اديشنال للسهم الواحد ب 15. تعال نحل كاش طول عمره بالرقم اللي دخل جيبي، كاش من 1000 في 20 ب 2 مليون. كومن ستوك طول عمره بالبار فاليو، طب لو مفيش بار مفيش، بس لو في ستيتد الستيتد توأم البار فاليو هعامله نفس المعامله، فهيبقى الاديشنال باي الكومن ستوك 10 في 5 500000، والاديشنال باي كابيتال الفرق ما بين ده وما بين ده اللي هو 100000 في 15 او 2 مليون ناقص 500000 اللي هو مليون و500. اخر نقطه عشان نبقى ماشيين مع الجامعه لحد الاسبوع الثاني، وهي نقطه سهله وهي اصدار الاسهم. بس مش في مقابل كاش، امال في مقابل ايه؟ في مقابل other assets او other expenses. يعني ايه؟ لو تفتكر في accounting 1 ايام ما كنت لسه صغير، اما كان حد بيجي يفتح شركه كان بيدفع كاش ويزود الكابيتال بتاع الشركه. هو كان شرط الراجل ده اما يجي يعمل investment، شرط الراجل ده اما يجي يفتح بيزنس يحط كاش في البيزنس، ولا كان ممكن يحط assets ثانيه من عنده؟ يعني لازم يديني كاش ولا ممكن يدفع لي يجيب لي ارض، يجيب لي اكويبمنت، يجيب لي كار، يجيب لي ماشين؟ مش شرط الانفستمنت يكون كاش. ده نفس اللي احنا هنعمله دلوقتي. بدل ما الراجل هيديني كاش هيديني حاجه ثانيه. هيديني ارض، يديني اكويبمنت، يديني كار. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هتقول لي طب ما فيش مشكله. اقول لك بص في مشكله واحده بس صغيره قوي. ايه هي؟ المشكله هي تحديد قيمة الحاجة اللي هو اداها لي. يعني ايه؟ في لأي حاجة في الدنيا حاجة اسمها بوك فاليو، قيمتها الدفترية، قيمتها التاريخية اللي كان مشتري بيها. يعني ايه برضه بالراحة؟ أنا معايا عربية كنت جايبها ب 100000، حلو؟ دلوقتي سعرها 300000، جيت أشارك واحد هنفتح مكان ليموزين عربيات، تمام؟ هشتغل انا وهو اوبر وكريم، هنعمل اي حاجه، مش عايزين نطلع بره الموضوع، تمام؟ يوم ما اجي اديله العربيه هنحسب في الورق ان العربيه دي ب 100000 ولا ب 300000؟ اكيد بسعرها بتاع النهارده ب 300000. 300000 دي اسمها ايه؟ حاجه من الاثنين، يا ماركت فاليو يا فير فاليو. يبقى انا لو هبدل اسيتس ستوك هعمل اصدار الستوك، بس هاخد من الانفستر اسيتس. انا مش هسمع ومش هشوف ومش هسجل الاسيتس ده الا بالفير فاليو او الماركت فاليو. هتقول لي هو في حاجه ثانيه؟ هقول لك اه. قال لك بوك فاليو، شكرا. قال لك هيستوريكال كوست، شكرا. قال لك اناونسد باي، الراجل كان ريكوايرد كذا. هي العربيه ب 300، انا قلت له يا عم انا عايز 350. هيسمع كلامي ولا يسمع كلام السوق؟ هيسمع كلام السوق. صعبه؟ يبقى وانا ببدل حاجه بحاجه انا هشتغل على الفير فاليو او الماركت فاليو، ماليش علاقه ب ماليش علاقه بالانونسد، ماليش علاقه بالبريزنتد فور، ماليش علاقه بريكوايرد، ماليش علاقه بادفرتايزنج. انا ما بشوفش غير الماركت فاليو او الفير فاليو. الكام بيج اللي احنا جريناهم هاخدهم بعد دول. ها طيب we can use bar value as lowest amount. ممكن تسجل العمليه بالبار فاليو لو العربيه مش عارفين نحدد قيمتها. طيب ايه القصه مش عارفين نحدد قيمتها دي؟ دلوقتي انا معايا عربيه عارف اللي هي ب 300000، والسهم عارف اللي هو باره ب 10 جنيه. هطبق قيمه العمليه دي بقيمه مين؟ بقيمه الحاجه المعروفه، الحاجه اللي معرفناها في الفاليو، تمام؟ طيب تعال نجرب. قال لك example 1 assuming that B corporation issued 20,000 سهم، شركة أصدرت 20,000 سهم،
الواحد ب 10 بار فاليو فور بيلدينج مقابل مبنى اف سبيسيفيك او اف بي كانت ريديلي ديترماين ذا فير فاليو اوف بيلدينج. النهارده احنا مش عارفين نحدد قيمه البيلد. يعني البيلد ده ليه فير فاليو يا معلم؟ لا. بط the fair value per share is 15 ولكن قيمة السهم معروفة اللي هي ب 15. أنا معايا عربية، معايا بيلد، مش عارف قيمته كام، مش عارف أتمنه. بس وافقت إن أنا أدي للشركة وآخد في المقابل 20,000 سهم الواحد باره 10 بس فيرو 15. معنى اللي أنا قابلت إيه؟ معنى اللي انا قبلت، معنى اللي انا وافقت، اللي انا وافقت على تقييم الشركه للمبنى. الشركه قالت لي بص المبنى اللي انت مش عارف ثمنه ده خد 20,000 سهم الواحد ب 15 جنيه. معنى اللي انا قبلت، معنى اللي انا عملت اكسبت ودخلت الشراكه دي، اللي انا هقيم البيلد ده بكام؟ ب 300,000 جنيه. مين ال 300,000 جنيه دول؟ هو انا خدت ايه في المقابل؟ 20,000 سهم الواحد ب 15. يعني حاجات ب 300,000. فالترانزاكشن بتاعه الريبليسمنت دي انا بشتغل على قيمه الحاجه اللي معرفها فير فاليو، والحاجه اللي مش عارف لها هتبان بالحساب. يعني دلوقتي انا عارف بار وعارف فير للسهم. تعالى نبدا التسجيل من الاخر للاول. يعني تعالى كده اكننا مش شايفين دي. انا عارف في الجورنال اللي قيمه الكومن ستوك بتبقى عدد الاسهم في البار. هم كام سهم؟ 20. الواحد بكام؟ ب 10. يبقى 20 في 10 ب 200,000. طيب بس هو قال لي ان الفير ب 15 والفير فاليو دي زيها اكنه اتباع كاش. حاجه ب 10 اتباعت ب 15 فيها اديشنال بكام؟ فيها اديشنال ب 5. وهم كانوا كام سهم؟ هم كانوا 20,000. يبقى الاديشنال بتاعي 20,000 في 5 يعني ب 100,000 دولار. كده اقدر اجيب قيمه البيلد ولا لا؟ هتقول لي والله ده البيلد كده طلع بكام؟ طلع ب 300,000. فانا بمعرفتي ان السهم ده البار فاليو بتاعته 10 والسيلينج فور 15، يعني عارف ان الفرق ما بين البار فاليو والفير فاليو بخمسه، فانا كده عرفت ان قيمه الاديشنال بيدنج كابيتال هتبقى 20,000 سهم في 5 دولار يعني ب 100,000. وانت عارف ان التوتال ديبت قد التوتال كريدت، فال 100,000 زائد ال 200,000 هيديني قيمه اللاند اللي هي 300. واحد يقول لي طب هو مفيش طريقه اسهل اجيب بيها قيمه اللاند؟ اقول لك ما احنا اتفقنا ان انا هطبق الفير فاليو بتاع الحاجه اللي انا عارفها على الحاجة اللي انا مش عارف لها فير فاليو. ايه اللي انا عارف له فير فاليو؟ انا عارف الفير فاليو بتاعت الكومن ستوك. اما الكومن ستوك كانوا كام واحد؟ كانوا 20,000. الواحد بكام؟ ب 15 دولار. يبقى قيمة البيلدينج 20,000 في 15 دولار هيديني ال 300 على طول. اكزامبل 7 عكس اكزامبل 6. دايما حط في دماغك كده السؤال بتاع الاستبدال بتاع الانذر اسيتس اللي هو انذر يعني انذر اسيتس غير الكاش. انا دايما بمشي على الفير فاليو بتاع الحاجه اللي انا عارفها وهبدا تسجيل الترانزاكشن منها. يعني في ترانزاكشن 17 هنا عكس الدنيا. قال لي فروم ذا بريفيس اكسرسايز اسيمينج ذات بي ديترماين ذات فير فاليو اوف كاست اوف كومن ستوك بات ات ديترماين ذات هم الشركه كان ديترماين ذا فير فاليو اوف كومن ستوك. يعني الكومن ستوك انا مش عارف له فير بس عارف البار بتاعه ب 10. هتقول لي انت عرفت منين؟ ما هو قال لك من نفس الاكزامبل اللي فات. تمام؟ لكن الفير فاليو بتاعت البيلد ب 350. يبقى انا هبتدي اعمل ريكوردنج بالحاجه اللي انا عارفها. تمام؟ اول حاجه انا عارف ان البيلد بكام؟ 350 دولار ديبت. ليه ديبت؟ عشان هو اسيتس. طيب الكومن ستوك طول عمر الكومن ستوك بالقيمه في البار في العدد في البار فاليو هم 20,000 سهم الواحد في 10 دولار يعني 200,000. الرقم ده مش معايا مش عارفه،
بس اقدر اجيبه. مش المفروض التوتال ديبت قد التوتال كريدت؟ اما يكون الديبت ب 350 والكريدت ب 200 يبقى اخر حاجه او الاديشنال بيدنج كابيتال قيمته كام؟ 350 ناقص 200 ب 150,000، وهو ده الاديشنال بيدنج كابيتال او زي ما قلت لك الشيرز شيرز بريميوم. Example 1.8. From the previous exercise, assuming that the fair value of common stock, أنا عارفها. Assuming that the same value of the same value of the same the fair value of common stock or the fair value of building, يعني أنا عارف القيمة بتاعت البيلدينج وعارف القيمة بتاعت الكومن ستوك، لكن أنا والناس اللي هبيع لها اللي هديها الكومن ستوك بنتخانق. انا عايز اطبق قيمه الفير فاليو بتاعت الكومن ستوك وهو عايز يطبق القيمه بتاعت الفير فاليو بتاعت البيلد. مين اللي هيحل ما بيننا؟ كونسلتنت استشاري. يجي واحد استشاري عقارات يقول لي والله البيلد ب 325، مين اللي كلامه هيمشي؟ الراجل الكونسلتنت. فهنقول ان البيلد ب 325، كومن ستوك معروفه ال 20 في ال 10، والفرق ما بين الديبت والكريدت هو الاديشنال بيد ان كابيتال. فتعال نلخص الثلاث حالات اللي احنا خدناهم دول في 6 و7 و8. رقم واحد، وانا بعمل استبدال باسيتس ثاني غير الكاش، بهتم بالفير فاليو او الماركت فاليو، اي حاجه غيرهم ماليش علاقه بيها. قال لي اعلان في الجورنال الراجل ريكوايرد ذات هو باللي هو يحصل قد كده، ماليش دعوه غير بفير فاليو وماركت فاليو. لو مديني في السؤال given الفير فاليو بتاعت الستوك، يبقى انا هبدا تسجيل الستوك الاول زي اكزامبل 6. مديني الفير فاليو بتاعت الستوك ومديني البار فاليو بتاعت الستوك، كده انا اقدر احل الجزء ده. هقول ان الكومن ستوك عدد الاسهم في ال 10 دولار والفرق ما بين البار والفير 5، يبقى اديشنال بيدنج كابيتال 5 في 20 ب 100,000. اما اجمع دول هقدر اجيب القيمه بتاعت البيلد. طيب السؤال اللي بعده، مش مديني القيمه بتاعت الكومن ستوك بس بيديني القيمه بتاعت البيلد، يبقى هبدا رقم واحد اسجل قيمه البيلد. وقيمه الكومن ستوك ثابته هنا زي هنا زي هنا، عشان هي العدد في البار والفرق ما بينهم هو الاديشنال. ثلاثة، أنا معايا القيمتين الفير فاليو بتاعت البيلد والفير فاليو بتاعت الكومن ستوك، بس معايا كونسلتنت، مين اللي كلامه هيمشي؟ الكونسلتنت اللي قال لي إن البيلد ب 325 والكومن ستوك قيمته ثابتة والفرق اديشنال بيد انكم. آخر حاجة في الإيشونس، وهو الإيشونس فور إكسبنسز. يعني إيه؟ في حد اشتغل لي، في حد عمل لي مجهود، في حد بذل حاجة للشركة، إدى ريسورس للشركة، عمل سيرفيس للشركه، المفروض يستحق عليها كاش. انا مش هدي له كاش، هدي له اسهم. تمام؟ يعني بيقول لي assuming that the attorney for which corporation agreed، الراجل اللي كان معانا واحنا بنعمل الورق بتاع الشركه وافق اللي هو ياخد 5000 شير الواحد بار وواحد دولار كومن شير in a payment كوسيله دفع اوف ذير بيل لفاتورته اللي ب 11,000. الفاتوره بكام؟ ب 11. ايه الحاجه اللي معايا الفير فاليو بتاعتها؟ ايه الحاجه اللي انا خلاص عارف ومعايا ورقه بيها؟ الاكسبنسز. يعني انا معايا الفير فاليو بتاعت الاكسبنسز، يبقى هبدا بتسجيل الفير فاليو في اكسبنسز، بس انا مش هدي الراجل كاش، انا هدي له ستوكس. هدي له كام ستوك؟ 5 الواحد بواحد بار. ده في ده اقدر منهم اجيب القيمه بتاعت الكومن ستوك اللي هتطلع ب 5000. في فرق ما بين الديبت والكريدت في الاصدار، يبقى ده اسمه اديشنال بيد ان كابيتال. اخر حاجه عشان اكون خلصت الجزء بتاع الاصدار، هو اللام سم او السنجل سيلز او البيع الموحد، وهو فكره بسيطه قوي انت خدتها في اكونتنج 2 لما كنت بتشتري فيكسد اسيتس في شابتر 5 ارض وزبلد سوري لاند وزبلد. فالفكره بتقول هنا اللي انا عملت ايه؟ اكزامبل 1 3
assuming that ABC Corporation issued 20,000 او issued 2000 شير. البار ب 10 و كومن شير هاف فير فاليو 20. طب تعال نطلع الجيفن بره. كومن ستوك 2000 بار فاليو 10 فير فاليو 20. يعني المفروض انا كشركه في الاصدار ده اكولكت ده يعني اكولكت 40,000 جنيه كاش. بس انا اصدرت مع البيعه دي بريفيرد ستوك عددهم 2000 شير. 2000 شير ب 11 بار والبريفيرد هاف فير فاليو 12. طب تعالى ننقل الجبن 2000 بريفيرد ستوك البار فاليو كانت بكام؟ بار فاليو 11 والفير فاليو 12. يعني برضو الكاش اللي كنت المفروض اخده ال 2000 في 12 ب 24,000 جنيه. يعني انا المفروض احصل توتالي من الراجل ده 4 او 46,000 دولار. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل. قال لك شير فور سنجل برايس 60. الراجل ده عشان اشترى مني 2000 كومن و2000 بريفيرد بعت له البيعه دي كلها ب 60,000 جنيه. فانا كده بقى عندي مشكله. انا المفروض كنت اخد من الراجل كام؟ المفروض كنت اخد من الراجل 64. انا هاخد 60,000 جنيه بس. طيب فين المشكله في كده؟ اللي انا هيبقى عندي مشكله في اللي انا ادي الكومن ستوك كام وادي البريفيرد ستوك كام. قال لي بص عندنا طريقه من الاثنين. بدال انت في السؤال مديك امتى البار وامتى الفير للبريفيرد وامتى البار وامتى الفير للكومن، هتستخدم حاجه اسمها البروبيشنال ميثود او الطريقه النسبيه. يعني ايه الطريقه النسبيه؟ هتشتغل على اصل الرقم، تعرف المفروض البريفيرد ستوك حقه كام والكومن ستوك حقه كام. روماريو انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقول لك واحده واحده. زمان لو كنت هبيعها فرض كنت الكومن ستوك المفروض حقه قد ايه؟ 40,000. طب البريفيرد ستوك حقه قد ايه؟ 24,000. يا ترى دلوقتي انا هاخد كاش 64 ولا هاخد كاش 60؟ هاخد كاش 60. فانا الازمه اللي عندي دلوقتي اللي انا عايز اعمل الوكيشن، عايز اعمل توزيع لل 60,000 جنيه دول، ادي حبه للكومن وحبه للبريفيرد في الايشونس. تمام؟ طيب اوزع الفلوس دي ازاي؟ بالعقل. هو انا دلوقتي في الاصل الكومن ستوك كان حقه كام؟ 40,000. لما كان الاجمالي اللي هيتوزع 64، يبقى انا عشان اجيب النسبه بتاعت الكومن ستوك هعمل 40,000 اوفر 64,000، وعشان اجيب النسبه بتاعت البريفيرد ستوك هعمل 24,000 على 64,000. دي كده النسبة الالوكيشن بيز او نسبة التوزيع. الرقم اللي هيتوزع كام؟ 60,000. يبقى انا هضرب الرقم ده في 60,000 وهضرب الرقم ده في 60,000. تعالى بقى ناخدها من على الشيت عشان انا خطي سيء جدا ونفهم الدنيا بتمشي ازاي. دي الطريقة اللي انا بشتغل بيها. لكن في دكاتره عملت هي نفس الارقام،
بس طريقه الكتابه مختلفه. فافهم دي وبعد كده نروح نفهم بتاعه الدكتور او بتاعه الدكتور. اول حاجه اول خطوه بجيب الفير فاليو اوف اتش ستوك، يعني الكومن ستوك كانوا 2000 الواحد ب 20 معايا 40000، البريفيرد ستوك 2000 الواحد ب 12 24000، التوتال بتاعهم 64. طيب تاني ستيب اجيب الريت، اجيب النسبه. هو الرقم الاصلي بتاع الكومن كان كام؟ 40، من اصل كام؟ 64. يبقى النسبه بتاعت الكومن 40 على 64، النسبه بتاعت البريفيرد 24 على 64. بعد كده اقوم ضارب الريت اللي انا هطلعه هنا ده في الرقم اللي هيتوزع اللي هو ال 60000، اضرب ده ب 60000 واضرب ده ب 60000، يطلع لي ان الكومن ستوك ب 37500 وان البريفيرد ستوك ب 22500، واعمل الجورنال بتاعي. اعمل جورنال للكومن، اقول ان الكومن ستوك كاشو 37.5، الكومن ستوك اكونت عدد الاسهم في البار يطلع لي 20 والفرق ما بينهم 17.5 اللي هو الاديشنال بيدنج كابيتال. بريفيرد ستوك كاش 22.5، بريفيرد ستوك اماونت 2000 في 11 ب 22، طيب والفرق اديشنال بيدنج كابيتال ب 500. الدكتور بقى عمل ايه؟ او الدكتوره عملت ايه؟ نفس الطريقه بس طريقه كتابه مختلفه، ودي الفكره بتاعت الريتن اللي الدكتور بيتابع انت ماشي معاه وبتحل بنفس الخطوات وبنفس الطريقه اللي هو بيقولها ولا انت مش متابعه. انا ما تقلقش متابع لك كل حاجه. تمام؟ الانوزر ميثود اللي هي الطريقه اللي الجامعه مشيت عليها، قال لك هتعمل بالمنظر ده، تعمل جدول للفير فاليو، نفس الكونسيبت على فكره. تمام؟ ما غيروش حاجه. جدول للفير فاليو زي الخطوه الاولانيه. سوري. زي الخطوة الأولانية اللي احنا عملناها هنا، بس بدل ما انا اعملهم كلهم في تيبل واحد هو عملهم في جدولين، يعني هم عملوا دي في تيبل لوحدها. فير فاليو اوف كومن ستوك 2000 في 20 ب 40000، فير فاليو اوف بريفيرد ستوك 2000 في 12 ب 24000، مجموعهم 64. طيب الالوكيشن اوف سيلينج برايس اللي هم ال 60000 هوزعهم ازاي؟ نفس القصة، ال 40 على 64 في ال 60000، البريفيرد 24 على 64 في 60000، طلع لي نفس الارقام اللي انا جايبها. في الامتحان همشي على اي طريقه؟ همشي على دي. حلو؟ لو الامتحان ده. طيب ايه الاختلاف الثاني؟ الجورنال، انا كنت عامل جورنال للكومن وجورنال للبريفيرد. هم عملوا ايه؟ خلوها جورنالايه واحده. يعني شايف دي؟ فهمتها؟ سهله؟ اه. بدل ما اكتب كاش مرتين هكتب كاش مرة واحدة بال 60000. ده نفس الكاش أنا كنت عامله على مرتين على تو ترانزاكشن، هما ضغطوهم في ترانزاكشن واحدة، والأرقام بتاعت الكومن والبريفيرل والأديشنال والأديشنال هي هي الأرقام اللي فوق. فدي الأسهل، بس هو عشان يتابع أنت ماشي معاه ولا لأ هيحتاجك تعمل له دي في الميد تيرم إكزام. بالنسبة لموضوع الامتحان لحد دلوقتي هو ريتن، اعتقد ممكن لو كملت والميد ترم بقى ريتن، ما اعتقدش ان الفاينل هيبقى ريتن. سبع على الله ونعرف الكلام ده كله مع الايام. الطريقه الثانيه وهي الانكريمنتال ميثود. يعني ايه انكريمنتال ميثود؟ يعني الطريقه التدريجيه. ليه سموها طريقه تدريجيه؟ لو تفتكر وانا بشرح لك البروبوشنال ميثود قلت لك هو هيجي في الجيفن مديك الفير فاليو بتاعت الكومن والبار فاليو بتاعت الكومن وعددهم، وفي البريفيرد مديك عددهم والبار فاليو والفير فاليو. فهشتغل بروبيشنال ميثود. امتى اشتغل انكريمنتال؟ لو مش مديني معلومه من السته دول. طبعا كده كده العدد عمره ما هيستغنى عنه، في واحده من الاربعه دولت مش موجوده، يقوم مثلا شايل لي دي، يديني مثلا كده في الشارع انا وانت ماشيين معناش فلوس، رحنا محل موبايلات نبيع موبايلاتنا، انا عارف ان موبايلي ب 2000 جنيه وانت مش عارف موبايلك بكام، دخلنا عند الراجل ادانا 10000 جنيه،
انا هاخد كام؟ هاخد ال 2000 ومين اللي هياخد الثمانية؟ حضرتك. دي الانكريمنتال ميثود، عشان كده سموها الطريقه التدريجيه. انا لما تجيلي الفلوس هدي الاول الستوك اللي انا عارف له بار وفير، وباقي الفلوس تروح كلها للستوك الثاني. تعال نشوف سؤال. قال لك اكزامبل 1-4 assuming that ABC Corporation issued 10,000 شير 10 بار فاليو هاف فير فاليو 18. كل اللي بيموف ده الكومن ستوك. اما البريفيرد ستوك قال لك 10,000 بريفيرد فير بار فاليو 15 اند نو فير فاليو، ومش عارف الفير فاليو بتاعت البريفيرد. بس السنجل برايس اللي انا بعت بيه 500,000، هعمل اللي انت قلته حالا. اول حاجه هدي مين؟ هعمل الوكيشن الاول لمين؟ اللي انا عارف له بارو فير. اول حاجه الكومن ستوك الفير بتاعه كام؟ هم 10,000 سهم في 18 دولار. هتقول لي ايه ده؟ طب وال10؟ اقول لك لا، ال10 دي البار فاليو، هستخدمها في الجورنال انتري بس. 10 في 18 ب 180,000. الرقم كله كان كام؟ اللي انا بوزع منه 500,000. عرفت اللي هو هيتخصص 180,000 جنيه للكومن ستوك، يبقى هعمل 500 ناقص 180، يبقى الكاش بتاع البريفيرد هو دي 500 مش 600. 500 ناقص 180 يعني 320. كده بقى معايا الكاش بتاع كل واحد منهم، وابتدي اعمل الجورنال انتري. كاش فور كومن ستوك ديبت ب 180، كومن ستوك ال 10 في ال 10 ب 100,000، والفرق هو الاديشنال بيدنج كابيتال. اما البريفيرد الكاش بتاعه ب 320، بريفيرد ستوك كان 10,000 سهم ال 1 ب 15 يعني 150,000، والفرق ما بين ده وده هو الاديشنال بيد ان كابيتال. طبعا نفس السؤال لما يجي لك هتحلها جورنال واحده، يعني هتعمل دمج الترانزاكشن دي بالترانزاكشن دي. يعني ايه؟ انا مش فاهم، الكاش هنا بكام؟ 180، والكاش هنا بكام؟ 320. حضرتك هتعمل له كده. كاش خمسمائة ألف كومن ستوك 100,000 additional paid in capital for common stock 80,000 preferred stock 150,000 additional paid in capital for preferred stock 170,000. كده يكون خلص تلتين شابتر 1 ناقص فيه الترانزاكشنز بتاعه التريجري ستوك والكوست اوف ايشنس هاخدها دلوقتي، وهيبقى ناقص الاونر ايكويتي ستيتمنت. اخر حاجه واحل كام سؤال كده مع بعض. اسف لو الفيديو طول، بس هو المنهج كبير مش محتاج منك انك تتاخر في البدايه، محتاج انك تشد حيلك وتبدا معايا وتبدا بدري بدري، ما تتاخرش. ده مش اكاونتنج 2 ما هيتلم في اخر اسبوعين ثلاثه، ده مش اكاونتنج 1 هلمه قبل الامتحان بثلاث ايام. الموضوع هنا كبير بجد. فور ايشونس كوست، ايه الايشونس كوست دي؟ فاكر في الجزء الاولاني بتاع النظري لما كنت بكلمك في الايشونس وبقول لك ان الشركه ممكن تعمل دايركت ايشونس او ان دايركت ايشونس؟ دايركت ايشونس يعني هي هتنزل ناس من عندها يعرضوا السهم بتاعهم على الناس ويبيعوه. طب والان دايركت؟ الشركه كانت هتجيب حد توكله يعمل عمليه البيع دي، ومفيش حد هيشتغل ببلاش، هياخد فلوس. طيب قول لي مثلا على الارض، انا معايا عربيه اديتها المعرض يبيعها لي، العربيه دي ب 300,000، اديتها للمعرض، المعرض باعها لي ب 300، بس خد نسبه 30,000 جنيه 10%. النسبه اللي المعرض خدها دي قللت ايه؟ قللت الكاش اللي داخل جيبي دايركت. تعال نشوف. قال لك اكزامبل 1 اون جولاي 15 2016، سيمن اشيد 10,000 شير فور 20 بار فاليو
بريفيرد ستوك فور كاش 28. يعني المفروض اللي كان هيجي لي كاش 10,000 في 28 يعني 280,000. And other direct cost for issuing amount ب 10. بس خد بالك في تكلفه اصدار 10,000. يبقى انت يا راجل يا اللي بتبيع اسهم اللي هيجي في جيبك اللي هيخش جيبك 280,000 ولا 270؟ 270. ما انت حصلت 280 بس الشركه اللي بتبيع لك خدت كوست 10. يبقى الكاش اللي هيجي لك ال 10 في ال 28 اللي هم 280,000 هتشيل منهم ال 10,000 يبقى الكاش ب 270. واعمل بقى ترانزاكشن عاديه بريفيرد ستوك 10 في 20 اللي هم ال 10,000 في ال 20 جنيه ب 200,000 والفرق ما بين ده وده هو الاديشنال بيد ان كابيتال 270 ناقص 200. سؤالين نطبق بيهم نفسنا وباكد لك تاني في الامتحان ما تكتبش ابريفيشن ما تكتبش اختصارات اكتب اسم الاكونت كامل. قالك as auditor for CBA firm of B&A you encounter the following situation. BM corporation is closely held corporation whose stock is not publicly traded. في 5 ديسمبر the corporation acquired land. يعني ايه acquire؟ يعني اشترت ب 5,000 شير 20 بار فاليو اوردينري شير. يعني انت ما دفعتش فلوس، انت دفعت لمالك الارض دي اسهم. الاونر اسكينج برايس فاكر لما قلت لك اناونس ريبريزنتد ريكواير اسكينج برايس كل الكلام ده مالكش دعوه بيه وانت بتصدر اسهم فور اذر اسيتس مالكش دعوه غير بالفير فاليو. فهو هنا عامل لك مقلب فور اسكينج برايس 120. يعني ال 120 دي انا هستخدمها؟ لا طبعا. اند فير فاليو 115 هشتغل انا على مين؟ على الفير او الماركت. هنا مديني الفير ب 115 يبقى انا هسجل ان اللاند ب 115,000 ديبت والاسهم 5,000 في 20 ده الكومن ستوك 5,000 في 20 والفرق ما بينهم اديشنال بيد ان كابيتال. اثنين هون كوربريشن از بابليكلي هيلد كوربريشن هوز اوردينري شير از تريدد اون ذا سكيورتي ماركت في 1 يناير اكواير لاند اشترت ارض برضه اصدرت 20,000 شير ب 10 بار فاليو ات تايم اوف اكسشينج ذا لاند هوز ادفرتايزد ده فرع او ماركت. شكرا. يبقى انا كده معيش الفير فاليو بتاعت الارض بس معايا مين؟ ذا ستوك والسيلينج ب 12 بس السهم كان بيتباع ب 12. انا كده معايا الفير فاليو بتاعت اللاند. هبدا تسجيل اللي انا عارفه في الاول يعني الكومن ستوك نفس ال 5,000 في ال 20 نفس سوري ال 20,000 في ال 10 دولار اللي هم هيطلعوا ب 200,000. السهم كان ب 10 بار وب 12 فير يعني القيمه بتاعت الاديشنال بيدنج كابيتال بتاعت الشير بريميوم الفرق ما بين البار والفير اللي هو 2 جنيه. يعني انت الاديشنال بيدنج كابيتال ال 20,000 ستوك ال 2 دولار اللي هم هيبقوا 40 دولار يبقى اللاند بمجموع الاثنين اللي هو 240. Problem 3 عايزك تحلها assignment. Problem 3 هي عبارة عن تلخيص لكل الترانزاكشن اللي احنا خدناها وبرضو بكتب لك تحت كل سؤال اوعى تكتب اختصارات اكتب اسم الاكونت كامل.